السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أكملان الأتمان على الركن الأعظم أفضل من تقدم ومن تأخر وعلى آله وأصحابه الغر الميامين إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمز آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله زاري يا الله سبحانه وتعالى فكأدك هنا أمن النقا قربت وأن أرس أن آفات اللسان سلام لاس ولم تيهنا ምላስ ወለምታዎች የሚያስከትለው ጣጣ መዘዝ አለው ግን መጀመሪያ ስለምላስ ከመነጋገራችን በፊት ምላስ እንደ ርዕሱ ነው ለምን ሊያስቻለ ምላስን እንደ ዋና ርዕስ አድርገን ለመነጋገር ያስፈልገው ለምንድን ነው የተለያዩ ምክንያቶች አሉት قالوا ርዕስ እንዲሆን የተደረገበት አወለን መጀመሪያ ምላስ የሚያመጣው ጣጣ ሰውየውን ስራው ማጥቶ جہነም ስለሚዶለው ነው تقبابان اخيرا لي راقوتون سلم ياسكرون نبي صلى الله عليه وسلم عندي تتأيكو من تبالو يسو لجوچين ابزان يهون قزي جنة ميكتاتشو من النو سيبالو منالو تقوى الله وحسن الخلقي اللهم مفراتنا تروسنا مقبار مازنو تقوانا ترو حسن الخلق سو يوكالو لجنة يهي لمقبات كربنوالو نبي صلى الله عليه وسلم بليلام قزي سيتأيكو እሺ ያ ረሱላህ አላህ አብዛኛው ግዜ ሰው ልጆችን جہነም የሚዶላቸው ምንድነው ሲባሉ አልፈሙ ወልፈርጁ አሉ። አፉና ብልቱ ነው جہነም ውስጥ የሚዶለው። ስለዚህ ምላስ جہነም የሚዶል ስለሆነ እንደ ርዕስ እንዲሆን ተደርጓል ማለት ነው። በሌላም ዘገባ ላይ አንዴ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ቁጭ ብለው ያለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናሉ የምላስን ከባድነት ምላስ የሚያመጣውን ጣጣ ከባድነት ሲናገሩ معاذ بن جبل تقرم وطيك يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياوي أنوخذوا بما نقولوا بمن ننقروا نتأيك ابتالا نياز ابتالا نديالو نبي صلى الله عليه وسلم قال ثقلتك أمك يا معاذ أنت معاذ الناتي تتآنا لتيه الناتي تتآنا لتباروت انديتا انديتي تأفال عندما لتنا بحلا يا نقر ثقلتك أمك يا معاذ فهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يسو لجوتش جهنم لي بافت امبراتشو ميدفاتشو ملاساتشو يا جلتشو مرتاد اللمن اندي سلزي ملاس رست درقويت يا زبت زاري عندنيا جهنم السلامي كتن كزال مدام ثانيا ሁለተኛ الله سبحانه وتعالى ملاس سميوت ان نغر تلك بوتا ستو سيناغرنا يال قالوا هلال بلوالو وقيله قالوا بل الايات شل من ولعنوا ترجموا بما قالوا عفاتشو وطو بتناغروت نغر رجمناچو يلال بليلام بوتا تلك من ديمنداچو سوش بافاتشو بوتا اندون يناغرال فاثابهم الله بما قالوا ጌታ ትልቅ ምንዳ ሰጣችሁ አፋቸው ውስጥ ባወጡት ይአፍ ሚወጣ ነገር አሉ ዑለማ اعظم الطاع አላህን ትልቅ መገዛት ይባሉ ኢማን ሊነገርበት ይችላል اعظم المعصيه ትልቁ ወንጀል ይባሉ ኩፍ በመላስ ነው የሚነገረው ስለዚህ ምላስ ትልቅ ርዕስ ተደርጎ እንደምንወያይ ያደረጉት እነዚህና ተከታዮች ምንጥቦች ናቸው ሶስተኛ ምላስ እንደ ርዕስ ዛሬ ያደርገ የምንነጋገርበት ነጥቡ የሙስሊሞችን አንድነት ስለሚሸነሽን ምላስ የሚያመጣው ጣጣ መዘዝ ሙስሊሞችን ይቆራርጣቸዋል ምላስ ያመጣው ጣጣ ነው ባለና ሚስትን የሚያፋታው ምላስ ያመጣው ጣጣ ነው ጎረቤት ከጎረቤት ጋር የሚለየው ምላስ ያመጣው ጣጣ ነው ሸኽን ከዑለማን ከደረሰው የሚለየው ምላስ ያመጣው ጣጣ ነው ባለና ሚስትን የሚያፋታው የሙስሊሞችን ዋህዳ ይመዝቀዋል ይበታትነዋል ስለዚህ ስለሱ አፋት ስለ ጥፋቱ መነጋገር ለአንድነታችን አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው رابعا اردتنيا ملاس نرس تدرغو يتعذبتو ان مكيات يملاس على مستكاكل يسويو يا عقيدو يدينو يامنتو على مستكاكل نس ابراق سلهنا
بليل انغاغر سويو ملاسو قط قال قالونا كباطل نغغر كهميت كغيبه كلعن من افات اللسان كملاسو لمتوچ يتطبق قالونا امنته شجر علبت معناته نبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي اخرجه الترمذي من حديث انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه يعني دباريا ايمان اي رغا ما يستكاكلم لبوس كي رغا درسان ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لبو دمو لي رغا يچل ملاسوس كرغا درس لا اله الا الله ملاس كامنت غات هاجنت الله معناتنا የመላሳችን አለመስተካከል የእምነታችን ያቂዳችን ክፍተት ነው ማለት ነው ከዛ አያይዘው ምናሉ ወላ يدخل جنته رجل لا يامن جاره بواعقه አንድ ሰው ጀነት አይገባም ጎረቤቱ በንብረቱ በቤተሰቦቹ ላይ ስካላመነው درسአሉ እና ምላስ ያቂዳ ጥያቄ ነው ማለት ነው የእምነታችን ጥያቄ ነው የመላስ አለመስተካከል የእምነታችን ያለመስተካከል ምልክት ነው ይቀርዋል ክፍተት አለው ማለት ነው ለዛ ነው ዛሬ ምላስ እንደ ትልቅ ርዕስ አድርገን የምላስ ጣጣ በሚል ርዕስ እንነጋገሩ ኢንሻአላህ እና እኔ والله ይሄን ፕሮግራም እንዳዘጋጀ ደሉ ሲሰጠኝ ትላልቅ ያኢማ ኪታቦችን ሳገላብጥ ወደ 20 የሚጠጉ የምላስ ወለምታዎች ነው ያገኘ ሱብሃንአላህ አልጊበቱ ወነሚመቱ ወሰቡ ወላዕኑ والقول الذور يمبزات ودا 20 استقطو قطروتا سلازيني بزي باچرو بروغرامي 20 متقسال چيلم عند 2 نتقسنا لقريوچو گن كتبا ستچبت الفن 2 مفتي ستچبت الفن عند 2 تنياگري ليلوچ 18 قريو لاي گن كتبا ستچبت مدهانيت هولوچن تقللو حكمنا لي ستميچل نگر مدهانيت ستچبت الفالو وبالله التوفيق اذا ما هو اللسان ملاس مندنو اللسان نعمة من أعظم النعم من الله بها على العباد يشيك أي قرات أسقام متقلبتو الله سبحانه وتعالى لبارو تشكوالات تلك صقانت تقبابان يسور جميع فلقوني قل سلبتان تلك صقام بمونونو نبي موسى عليه السلام ملاسات شو عليه السلام تنشي مكولات تفباري نبرو أساس بوات شو دعا درقو يزين سقال منا منالو وحل العقدة من لساني كيتاي ملاسين فتا ادرغلنيما بليلا ايات لي منالو ولا ينطلق لساني كيتاي ملاسي بدن بتفتاتو كو يناغرم سلو اندماچو هارون الله بالقران لي ستساچو يتناغرو تسيغلص مناله هو افصح مني لسانا كيتاي هارون كني تشالي يناغرال عند بترتو نو اغاج ارغو لدعوه يالو نو نايين ملاس نعمان شوفو نبي الله موسى اولو العظم كم يبالو توست عندو ناتشو الله سبحانه وتعالى اولو العزم قالو تلالك يا الله توداج باروچ አንደኛ نبي صلى الله عليه وسلم ሁለተኛ خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام ሶስተኛ موسى በዚህ ደረጃ ነው የሚገኙ ولكن نبي الله موسى عليه السلام እንደ ትልቅ ጉዳይ እየጠየቁበት እና ያለ ምላስ ዛሬኛ እንደምናማበት ምንቆርጥበት ምላስ الله سبحانه وتعالى بليل ايات لي يسطن ምላስ ጸጋ መሆኑን ሲገልጽ ምን አለ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ እኛ ለሰው ልጅ የሚመለከትበት ሁለት አይን ከናፍርና ምላስ አልሰጠነው እንዴ? ይሄ ሁለታችን አይደል? ምላስ ጸጋ ነው። والله የምላስን ጸጋነት لا تعرف النعمه الا بزوالها صقا سناطو نو مناق والله هون عند عين اعمى يونه سو طرتن الله زي عينين بلول عند سو طرتن عينه بكفته لمن تمنيا له بنلو دي عينه تكفته لمن نو عند دنيان بايو يلن نب اب كم يونه سو ما يناغر ددا سو ملاسون يتاز سو اسكي من تفلغال يبال والله دي من نو عند ملاس يتفتو قران بني دمص با يانبكو سموك يلن لسان نعمة من أعظم النعم ولكن حقيقة إن عند لب سلازنو سقاي مثلنا لزانو قطع من إلال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى تين النت كتين النت راس ليالك زودنا تال لا يراها إلا المرضى السوان ميات بشتين يا بتشان
እኛ እንደ ልብ ስላዝንም ስናማበት የሰው ስጋ ስንበላ ምንም አይመስለንም። አላህ ግን ትልቅ ጸጋ ነው፣ ለዚህ ጸጋዬ ሹክር ፈልጋለሁ እያለን ተግባባን። እና እስኪ ዛሬ በአላህ ስብሐነ ወተዓላ ፍቃድ ከመላስ ወለምታዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን አፋቱ ሚን አፋት ሊሳን የሆነውን በነሚማ እንጀምራለን። ነሚማ ማለት ነገር ማዋሰር ተብሎ በአባባል በተለምዶ የምንጠራው ነው። ለምን ከነሚማ እንደጀመርኩ ታውቃላችሁ? የአንድነታችን ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ ነው። ነሚማ የሙስሊሞችን አንድነት የሚሸነሽን ጉዳይ ነው። ነገር ከዚህ ውስጥ ለዛ ተሰጠዋል፣ ሁለቱ ተቆራርጠው ይቀራሉ። ስለዚህ በነሚማ ጀምራለሁ፣ ነገር ማዋሰድ። ነሚማ ከሸር አንጻር ትርጉሙ ነቅሉል ቀውሊ ኢለል መቁል ፊህ ማለት ነው። አንድን ነገር ወደ ተባለለት ሰውዬ ማድረስ ነሚማ ይባላል። ተግባባን? ወደ ተነገረለት ሰውዬ ወስደህ ማድረስ ነሚማ ይባላል። ነገር ማዋሰድ የምንለው በእኛ ማለት ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ነገር የሚያዋስዱ ሰዎችን ቁርአን ላይ ሐማለተል ሐጠብ ብሎ ጠርቷቸዋል። እንጨት ተሸካሚዎች አላቸው። ይሄ ሰበበ ንዙል የወረደበት በአቡ ለሀብ ሚስት ነበረ። ነቢዩ ስለ ላ ሰለምን አዛ የምታደርግ ነበረች። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይቺ እንጨት ተሸካሚ ሀብሉ የሚመሰድ ከአንገቷ ላይ የእሳት ገመድ አድርገን እንወረውራታለን ጀሃነም አንተን ታስቸግራለች ብሎ ያወረደው ሰበበ ንዙል ነው። ግን ሐማለተል ሐጠብ ለሚለው ዑለሞች የተለያየ ትርጉም ሰጡት። ወሚን ድምኒሃ ሶስቱን ልንገራችሁ። አንዱ አሉ ሐማለተል ሐጠብ የተባለችበት አንደኛው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ ሌሊት ሱብሂ ወደ መስጊድ ሲሄዱ እሳቸውን አዛ ለማድረግ ለመጉዳት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሾ ተሸክማ ሄዳ መንገዱ ላይ ተነሰነሰው ነበር። እንዲወቁ ማን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከላሂ ከፈቴኒላ እንዴት እንደተቸገሩ ነው። ይሄ ነው አንዱ ተፍሲር አሉ ዑለሞች። ሁለተኛው ተፍሲር አሉ የመናጢነቷ የገብጋባነቷ የስስታምነቷ ሀብታም ሚስት ናት እንግዲህ በረሃ ወርዳ እንጨት ተሸክማ ትመጣ ነበር አለ። አላህ ለዛ ነው እቺ ሐማለተል ሐጠብ ገብጋባ ጀሃነምን ምድውላት ያለው። ለዛ ሐማለተል ሐጠብ የተባለ ሁለተኛው ተፍሲር ነው። የዛሬ ርዕሳችን ጋር ግን የሚያዘው انها كانت نمامه حماله للحديث ሐማለተል ሐጠብ የተባለችበት ለምን ነው አሉ ዑለማ። ነገር ተሸክማ ዚዛ ምትመላለስ ለነበረሽ ይሄን ወስዳ ዛ ታጣላለች፣ ያን ወስዳ ዚ ታጣላለች። ሐማለተል ሐጠብ ማለት አላህ ነማሞች ሐማለተል ሐጠብ ተብለው ነው ቁርአን ላይ ተጠቀሱት። ነማም ማለት እንዳልኳችሁ ባጭሩ አንድን ነገር ስለሱ ይነገራል፣ አንተ ወስደ ስለዛ ተነግረዋል። እንደዛ እከሌ እኮ እንዲህ ያለ ነው፣ ሁለቱ ይጣላሉ። አንድ ዘመናችን ታላቅ ዓሊም በጣም ገረመኝ። ይሄ ነሚማ ነገር ሰዎች አዋስደው ከሁለት የሚዋደዱ ወንድሞች መሃል እንዴት እንደሚለያዩት ቁርአንን ስቲምባት ተደግፎ የገለጸው ገረጻ ገረመኝ፣ አካፍላችኋለሁ። سورة الشمس ولا شتاقو تالاتشو والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها إيهن آيات ولا شتاقو تالاتشو إيهن آيائزو سلنمامو هني تاسيقز من عالم السلاتشو وكانت الأخوة بينهما كالشمس وضحاها وكانت المودة بينهما كالقمر إذا تلاها وكانت العلاقة بينهما كالنهار إذا جلاها فجاء النمام وأصبحت العداوة بينهما كالليل إذا يغشاها. سبحان الله جلس أو بقر من على مسلاته يولدتم يوارد صوت مع الناس يجلس. وكانت الأخوة بينهم بما هلاتشو ينبروا وندما ما شنت كالشمس وضحاها لك صحي نقات لي ضحى لستوت أي مسلان يبرانو. وكانت المودة بينهما بما لا تشوي على ودا جنة مفق أكر مني مسلان كأنها كالقمر إذا تلاها لك جرقا صحي انت كتلا ستوت نديتنو لليتو كأني مسلان إذا تلاها يعني تكتلا ستوت أمالتنا. وكانت العلاقة بينهما بولدت مالي نبرو علاقة تسسر تزامدواتشو كالنهار إذا جلها لك كان ببرهانو لفطران سيقلزي مثلا بوكي علنو تسسراتشو إيهن المامقن مهالاتشو قبانا وأصبحت العداوة بينهما كالليل إذا يغشاها إيهن المام مهال قبتو اندي بلوها لاندي بلوها لبلوها تقالاتشونا قنينيونا تاتشو من مسلا بس المتي تمولا ليل مسلا يسو النقر يسو النقر ሚባባሉ አድርጉ ለያያችሁ ይላል። ነማም እንግዲህ እንዲህ ነው የሙስሊሙን አንድነት የሚሸነሽን የቤተ ዘመድን ትስስር የሚቆራርጥ የባልና ሚስት ግንኙነትን የሚያለያየን ነማም ነገር አዋሳጅ ማለት ይሄ ነው።
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አይነት የኡማቸውን አንድነት የሚበታተንን ነማም ብዙ ቁጣት ይጠብቀዋል አሉ። አንደኛ ዱንያ ላይ፣ ሁለተኛ ቀብሩ ሲገባ፣ ሶስተኛ አኺራ ላይ። እስኪ ሶስቱን ነው ያለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخرجه الطبراني من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم منالو صلوات مورد واجب ان شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم منالو نمام ابغض الدنيا لك الله زين بتام يتطلع نوال منالو احبكم الى الله احسنكم اخلاقا كنان تزند الله زين بتام يتوددو مانو احسنكم اخلاقا سنه مغبارو بتام يامار يا الله الله بتام يوددو مانو اخلاقو تهتناو جوانتو بتام يا مار المواطئون كنافا يموارد يمتنانس كفاتشو زق ما يدرغو تكبر يلاچو الذين يالفون ويؤلفون لمدو ميلامدو سوغا غرجرج عدلو سو يلامداچو انسوم سو ني يمدالو انزي احب علاچو بتام يتوددو الله سنت وان بتوكيد متو ابغضكم الى الله المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاخوه الملتمسون للبراء العثرات يا الله وان ابغضكم كان انت زند الله زند بتام يتطلعوا المشاؤون بالنميمه نجر لما درس بوتا بوتا مملالسوا سوت المفرقون بين الاخوان بوندماماچوش محل جبتو ميلايو ميانطاطلو الملتمسون للبراء العثرات لنصوح انسوچ غود مكنت ميفلغولاچو عيب التماسكو مي يافرغ غفغو مش ياشتتو مفلغ معناتم التماس لنصوح انسوچ غود ميفلغولاچو سوچ يالو عيب ميفلغولاچو انزي النبي منو علاچو ابغض الله ايه ابغض ميلو قال افعال التفضيل يتال بقوانقوا درجه سوبرلاتيف ديجري بتام يتطلو مالت ابغض مالت اجيك بتام الله سند يتطلو مالت ازاو من الذين سوتش النبي صلى الله عليه وسلم شرار بلو تقسواچوال بتام مطفو شرنيا سوش مالتنا من قالوا اخرجه امام احمد من حديث ابي مالك الاشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اخبركم بشراركم የናንተን ሸረኞች መጥፎዎች ከናንተ ማል አነግራ አልነግራችሁ ምን አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال بلا نغرنا يا الله ملكتኛ አሉ قالوا المشاؤون بالنميمه ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ المشاؤون بالنميمه ነገር ለማዋስድ እዚዛ ሚመላለሱ المفسدون بين الاحبه በሚዋደዱ ሰዎች ማል ገብተው የሚያነጣጥሉ الباغون للبراء العيب ለንጹሃን ሰዎች አይብ የሚፈልጉላቸው እነዚህ ምናሉ ሽራር ብለው ጠሯቸው የመጨረሻ መጥፎ ሰዎች ማለት ነው። في حديث اخر በሌላ حديث ላይ ምን ብለው ይገልጿቸዋል انت شر الناس ከሰዎች ዘንድ በጣም የተጠላው ذل وجهين ሁለት ፊት ያለው ሁለት ፊት የተገጠመለት ማለት አይደለም ሁለት ፊት ያለው ምን ማለት ነው ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه እነዚህን ይመጣና በሚፈልጉት ይገጥማቸዋል እነዚህን ይመጣል በሚፈልጉት ይገጥማቸዋል እዛች ጋር ስትሄድ የዛች ጓደኛ መስላ እዚች ጋር ስትመስል የዚች ጓደኛ መስላ ذل وجهين አላች ሁለት ፊት ያላቸዋል እንደ አይነቱን ሰው ابن حجر ምን ይሉታል منافق بخالص እንደ አይነት ሰው ይወጣለት منافق ሁሉ ጋር ቦታ እንዳያጣ እዚ መሄድና የሆነ ነገር እዛ መሄድና የሆነ ነገር እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሉ ነው የገለጿቸው شرار خلق الله ካላ ፍጡራን የተጠሉ ስለዚህ ሐቂቀተን ይሄ ከባድ ጉዳይ ነው ይሄ ነሚማ የመላስ አፋት ነሚማ ያያየናው ነው ያለነው እነዚህ ነማሞች የዱንያ ቁጣታቸው ይሄ ነው ካላ ዘንድ የተጠሉ ናቸው ሽራሩ ኸልቂላ ተብለዋል በጣም የተወገዙ የተጠሉ ናቸው ቀብሩ ሲገቡስ እዱንያ ለቀው ወደ ቀብር ሲገቡ ምንዳቸው ምንድነው እነዚህ ሰዎች ካለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁማ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال نبي صلى الله عليه وسلم عندي يهدنا برناچوال بولت قبروش تقا برنا لفنا بلوالو انهم لا يعذباني نزي ولت قبر بالبيت سوچ يتقطنوالو وما يعذباني في كبير دغمومكم يقطوت بكباد گوداي ادله ليتوت قلال بهونه گوداي نو يتقطو يالوت اما احدهما فكان لا يستتر من البول
ያንደኛው ጥፋት ምንድነው? እስቲንጃ ሲያደርግ በደንብ አያዳርቅም ነበር። ይሄ ነው የሱ ችግር። ተግባባ? አብዛኞቻችን በተለይ እናቶቻችን ጋር ያለ ችግራውን ይሄ ነው። እስቲንጃ ላይ ነካነካ አድርገንም በዚህ እየተቀጣ ነው አሉ። ሁለተኛው ሳ ወአመል አኸሩ فكان يمشي بالنميمه ነገር ለማዋሰድ ቦታ ወደ ቦታ ይመላለስ ስለነበር ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀብር ላይ ይቀጣዋል። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላመት ተውኪድ ነው የመጡት። ምን አሉ? ላይዓዘባኒ ላመት ተውኪድና ትችን ፋሲስ ትሰጣለች። በጣም እየተቀጡ ነው ማለት ከባድ ቅጣት ነው። Subhanallah ቤተሰብ ተነጥለን በመንገባበት ዛሽ ጠባብ ጉድጓድ ውስጥ ቅጣት ነው የሚጠብቀው ነማ። አላህ ይጠብቀን ኢንሻአላህ። وقيل ان ثلث عذاب القبر من النميمه بليلا زغبا من تبلوان يقبر عند ثلثنياو قطات كمندن نميمتاو نجر كما واسد ሁለተኛው غيبه كهميت نميمتاو ثلثنياو شنتن طهاران استنجام بدم كلمه داوارق نميمتاو تغبابا سلازي قبر لي سات يازغاجنو معناتنو نما ثلثنيا نبي صلى الله عليه وسلم اخر علي نما من يطبقوال قالوا كما في الصحيحين من حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام نجارا واساج سو جنة بفصوم عقبا يا الله. وفي حديث آخر بل إلى حديث سليمان قالوا لا يدخل الجنة القتات القتات هو النمام نجارا واساج مسلمو كل ما لايت زيش تسمالك زاشتو سدام التات الله سو جنة تقبا مالو. ይህኛው ሐዲስ ደግሞ እብን ዑመር ያወሩት ሐዲስ በጣም ይገርበኛል። ቃል ቃለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሙት፣ ሰፊና ደስ የሚል ሐዲስ ነው። ቃል ኢነላህ ለማ ኸለቀ አልጀነተ ቃለ ለሃ ተከለሚ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነትን እንደፈጠራት የመናገር እድል ሰጣት። ተናገር እስኪ አላት። ቃለት ብላለች፣ ሰዒደ መን ደኸለኒ፣ እኔ ውስጥ የገባ ጌታ ይታደላለች ጀነት። فقال الجبار جل جلاله طلق حيال الله من عليه وعزتي وجلالي بلقنا بكبري هنبن لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس كسوج سمنت عين السوج انچوس چراش عارفوبش كانچوس تايقمطوبش كنسوس من عليه لا يسكنك مدمن خمر خمر زل عالم ميتطا رمضان ايقرو طوات ايقرو چبسي يا لدمي لكوني فجه خمر هول يميتطا كانچو است عارف مال الله انيا انديت نن مسلموچ بخمر لي. ሁለተኛ ولا مصر على الزنا زنا هول گزي سرا زرف ادرگو يازا اچين مادن ياچين مادن سراو زنا يهونال اسو مانچو است عارف بشم ولا قطات وهو النمام نمام من غرا واسا جانچو است عارف يت است جنت اخواني ولا ديوس ديوس ما عرف بشم ديوس مالت والنبيس مالت اهتو زينا ستسرعيال من ما يمسل سيون وصدو مياقناني وندمو اتشال وندمو اتابسو نيلا اهتو نندمو يومي اتابسال بزمنا يكو انكو اهم سواي ولا شرطي ولا مخنث مخنث ما انشو استعرف مخنث مالت سيت من مساسلو بتالي زمنا اتشن يتفتنو بت بوب ماري اللي مسلو بلوس اقرن دا سيتي لقال جرو ليلو تي قوتي تشهدر قال እዚህ ጋም ጭራሽ የሚነደሉ አሉ። እነዚህ ሰዎች አንቺ ውስጥ አርፉ ማላላህ ሱብሃንአላህ ወላ ቃጢዑ ራሂሚን ዝምድናም ቆራጭ አንቺ ውስጥ አርፉ። አሁን ዝምድናም መቆረጥ የሥራ ዘርፍ አልገነው አላል ጀግንነት እየመሰለ አላህ ያርፍብሽም ይያለ ነው። ወለለዚ ይቆሉ አለያ ሁዱላሂ ኢላ ማፍዓል ከዛ ወከዛ ثم لم يفي به ደግሞ ምህም ሰው ያርፍብሽም والله በአላህ ይሁንብኝ እንዲልሰራ ብሎ ቃል ይገባል ثم لم يفي به قالوا ናይ ሞላ እነዚህ ስምንት ሰዎች አንቺ ውስጥ አርፉብሽም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እስኪ ወንድሞች ንገሩኝ፣ እህቶች እስኪ ንገሩኝ፣ እናቶቼ ሰውየው ጀነት አገሩ ካልሆነ አገሩ የት ነው ማለት ነው? አኸራ ላይ ሁለት የመኖሪያ ቦታ ነው ያለው፣ እማ ጀና ወእማ النار ጀነት ወይም ጀሃነም ነው ያለው። አለይሰ كذلك ጀነት አይገባም ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነማም መግቢያው የት ነው? አላህ ራሱ ቁርአን ላይ ነገር ምን አለ? ወይሉን لكل همزة لمزة ويل ويل مالت على العلماء واد في جهنم جهنم مستمد شلقون ويل مالت سبحان الله يي ويل يبال شلقون جهنم مستمد بباب بقيمت رامي تمولا شلقون اذا وسط نو بيغبال الهمازه
ويل لكل همزة همزة مالت أي النمام مالت نقرا واساج جنة هاي قبا منور يو جهنم يتبك علي لنا الله سبحانه وتعالى سلزي إنيا مني هال كهمي ترك أنا تقبابا إنيا مني هال النميمة نهي نقرا ما واساج نيراقنا سلزي شي نميمة الدنيا لي أبغد الناس تبلوان نقرا ما واسدو كزيش تزال جزاتشو سلام التاتار قبروس كتاتي تبكات هالا اخر علي جنته تغبا منور يا جهنم نو سلازي نمي ما يسمى سو من يادرك تغبابا زاري من ناوي هنا نمي ما يسمى سو من يادرك استلالاحو انت نمي ما يسمى سو اولا سو منتو اكلي سلا انت دي بلوحال يتبال سو ما يادرغو مس نمي ما قلت اندنغركواچو سلاني منالبات وندمي سيناغر يامطان تامطان ياتشلج اكلي كو اندزي بلو اندياله لما طالات متادرغو እንዲ የተባለ ሰው ምን ያደርግ? قالوا ሊመልስ ይገባላሉ። اولاً አንደኛ ምን ያደርግ? አላ ይصدقه لان النمام فاسق وهو مردود الشهاده مجمرة لا يمنون اكليت እንዲ ብላሻለሽ ብላ ወሪስ ታመጣለሽ ለታምያት ነው መጀመረ ለታምያት አይገባ ምን ነው ነማም ነገራዋሳጅ فاسق ብሎታል الله የነሱ ምስክርነት ተቀባይነት የለውም الله ዘንድ الله سبحانه وتعالى يقول قرآن لي من إلال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سبحان الله يا أيها الذين آمنوا نانت أمناتشو منانو خيالا إن جاءكم فاسق يا مسأني فاسق ونسو بنبأ وريزو كما تعلاتشو فتبينوا أرقاك تبجمر تكبابا መጀመሪያ ነው በጣም ይገርመኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሬ እከሊት እንዲያለች ልትል ዘይመጣችሁን ሴት ወይም ወንድ መንገር ላይ ቀይ ካርድ ሰጥቷል አላህ ምን አለ ፋሲቅ ይሰው አመጸኛ ነው አለ ተግባባን አላህ መንገር ላይ መታወቂያ ሰጥቷል ፋሲቅ ነው ይሰው ይያለን ተግባባን ፋሲቅ ነው ለነቀበለ አላህ ይصدقه አንሰመ ሙሸትክ ነው አንተ ፋሲቅ ነህ ጌታ ይነግሮኛል ቁርአን ላይ ለነለው ይገባል ተግባባን አንዴ ሱለይማን ኢብኑ አብዱል መሊክ ሚባሉ ከሙስሊሙ ነገስታት ውስጥ አንዱ የነበሩ ከንግስና መቀመጫቸው ላይ ቁጭ ብለው ያለ ከሳቸው ጋር ዙሁሪ ኢማሙ ዙሁሪ ታላቁ ዓሊም ዙሁሪ አብሯቸው ቁጭ ብሏል ተቀምጠው ያለ فجاء رجل عند سو جبا ከመጅሊሳቸው ሲገባ ሱለይማን ኢብኑ አብዱል መሊክ ንጉስ ምን አለው በለገኒ አንከ وقعت فيا وقلت كذا وكذا እኔ ወሬ ድርሶኛል ስላንተ ስለኔ ብዙ ተሳድባል ተናግረሃል አለው አለ فقال الرجل ልጁ ምን አለ ما فعلت ولا قلت ارى اندزي التناغرتكم اندي مال سروا له فقال سليمان نغوس من قال ان الذي اخبرني صادق دي نغرنيكو ما امنو ونتنيا سو زاري من لهكو ينوا ما امنو سو ني نغرني ني تقرقاري نو منن امام الزهري كغون نبروا من قالوا لا يكون النمام صادقا كما تشوري نو نمام صادق ونتنيا يكون تغاب الله قران لي فاسق يالو انت ونتنيا نو بلا لمسكرتا قروا سبحان الله سليمان بن عبد الملك يتعلقون علي مكرسي سما قال صدقت ونتك انت ناغرهل ثم قال للرجل للجو منالو اذهب بسلام هدو نتك انو ينقرن فاسق انو سلزينيا نقر مطو مينقرن سوا سلنا الله من بلوتال فاسق انو عن سما حملن لو يقبال عندن يوم اسفر تهينو هلتن يوم ثانيا نميما مطو كلين ديال يتبال سوالو علماء لنادد يقبالالو راس سويو لمن ينادد انت قشاشانا بلو بياسبنو قشاش يزول ليه مطو اندينت نقر جيلات تالا بنقرات تسماني عليش بلا سباكون يا مطاك ليش تقوى با انجي ودى السلفوش ودى قدمت اسلام عباتوش سويش ميهدوت من بلونو عذني مكرين اسكي مكروني دعاء درقول لين سفر لهدي بي اندي تبلو كونو دن نسو يمتا ودى رقاق سوش انتا قن نقر بساتو يهن قشاشا سمتو يتعلال بلو عصبو كون يا متال انتا لتنا ددي قبالال الخبيثات للخبيثين مطفو لمطفونو الطيبات للطيبين مطفونا بلو بيعصبن قشاشا يزول لي متا مجمرا انتا لتنا ددي قبالالو علموش ثالثا سوستنيا لتاك قبالالو من لانتا متا ويم لانشي متا نقرينا قرتش سيت كانش موسدا لزاتش صوتا درسالج حسن البصري من الالو من نم إليك نم عليك
ላንተ መጥ አንድ ወር የነገረ ሰው ካንተ ሙስሊ ይነግራው አትጠራጥ ተግባባ ፋሲክ ነው ገብቶ እኮ የሚያጣላ መጥፎ ሰው ስለሆነ ነው እንጂ እነተኛ ሷዲቅ ቢሆንም የምታምነው ሰው ቢሆንማ ስላንተ ሰው መጥፎ ሰው ቢናገር ለምን ይነግራል ከሰው ጋር እንዳትቆራረጪ እንዳትላይ ምን ይነበራ አይነግርሽም እኮ አትነግርሽም ነበር ለይ ሰከታልክ መጥቶ እኮ አስለን የሚነግር ለምን እንደሆነ እንድትላይ እኮ መጥፎ ሰው ነው አስለ ራቢአን አራተኛ ምን አሉ ሊጠላው ይገባል ምን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀድም ባሳለፍነው ሐዲስ ላይ وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة ابننا يتطلوناك الله يتطلعون دم ومطلات واجب نو ويجيب بغض من يبغضه الله تعالى الله سلطلوا لتطلعون اند شيطان لتو يغبال الله يتطلعون مطلات لنيا مندنو واجب نو خمسنيا خامسا أن ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله سبحان الله من اللي يدرغو يقبالو نغير يزال يشت متا لتمكريات يقبال تي دين السرا مدفونو لم زمرغات الله ينيالش غربت قال متا لتمكريات يقبالو قال تعالى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر زان الله سبحانه وتعالى القران لي بطرو زز كمدفو قال كل سلاله لتم ازاو غا دعوا درغال سدات يقبال تي لم تاقرارچني علي سوغا لن لا يقبامو ندموچ تو لم تنغرني لم تطالانيال የነገሩኝ ነው ባትነግረኝ እኮ አርቃቸው ማለት አላቸው አንዴ ሐሰን አልበስሪ በጣም ይገርመኝ ታሪክም ስሙ ሐሰን አልበስሪ አንዴ ቁጭ ብለው ያሉ ታላቁን ዓሊም አይሻ ቤት ነው ያደጉት ሁለት አመት እሳቸው ሐሰን አልበስሪ ቁጭ ብለው ያለ አንድ ሰው መጣና ምን አላችሁ ያ ሐሰን አላችሁ አንተ ሐሰን ነው ያላችሁ ለቀድ ኩንቱ ጃሊሰ ማ ፉላን ከሌጋ ቁጭ ብዬ ነበረ ወዘከረከ ቢሱኢን አንተን በመጥፎ አነሳ ወተከለመ አንከ ስላንተ መጥፎ ተናገረ ወኻዳ ፍዕርድከ በክብርህም ላይ ዘመተ ተጸዳዳላቸው ለማን ለታላቁ ዓሊም ሐሰኑ አልበስሪ فقال ሐሰን ምናሉ ሐሰኑ አልበስሪ ያ هذا انت سوي لقد اسأت على صاحبك ولم تحسن علي በጓደኛ ላይ መጥፎ ሰራ ለኔም ጥሩ አለው አልክልኝ ማለት ሱብሃንአላህ ሰው ይገርመውና እንዴ እኔ ላንተ የወሬጄ መጥቼ ወከይፈ ያ ሐሰን እንዴት አርጌ ነው ክፉ የሰራው አለ واسأت على صاحبك لأنك فضحت أسرار مجلسي ጓደኛህን ማመጥፎ ይሰራልህ አንተን ቁጭ ብለህ ያወራህን ወሬ ይዘመጥ ስላቀባልከ እሱ ቢደርሰኝ እንድሰማ አይፈልግም ነበር ስለነገርከኝ አሁን እንደነገርከኝ ቢሰማ ይከፋዋል አይደለም بس مطفوعك لاني مطفوعك انديت الشي بانت لالي لأنك أخبرتني ما أكره لاني من متألو النقر نينقرك قرات أبلوها اللي بابلوها اللي يالك ونمتو من نقرها لاني من متألو نينقرك يسون ميسترا باك نهبتا بن حسن البصري لم لما ومسوي مكر لسات أتفلقنا ولكن ارجع إلى صاحبك ودقوا الدنيا تملسك فقل له بله بلو إن حسن البصري يقرئك السلام حسن البصري السلام عليكم ملهل ويقول لك بلوم ملهل اعلم اوك بأن الموت يعمنا والقبر يدمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين سبحان الله نقر قن وقبلوا علو اعلم بأن الموت يعمنا موت هلاتشننم تدرس بالنالج ما يموت اللم يعموم يتعموم يموتال والقبر يدمنا قبر الله جناس قبطة تاقفنا لك والقيامة تجمعنا يوم القيامة نسب السبالا وإلى الله مرجعنا من من اللي سود الله نو فيحكم بيننا السفر دي ستال يتشالو فراج السنونا شوف درس الله ينساه ما يرسو تمرت إيهن لكونا سقبط زولي نقبط ياندمو تلك مكر لا كلت دينا ما يسفلقو نمام سيمتا دعوة درقن مكرنا لسد تو أنت أتات أي كهتو شغا لتي قبالة هتي بل كزي هالفو يقدم تي سلف عباتو شبت أحمي قرماتشو نمي ما يزولت إكالي اندي بلو اندي لهال بلو يمت أهلا تنسو يشيطان ملك تنييلو تنبر في تلافي تكونو ميلو اندي أهسا اندي علي بلو هاد اللي ميسامو يشيطان ملك تنييلو تنبر قال وهب بن منبه ميبالو تلك عالم عند سو متو من علاچو انت تلك عالم ناچو انتنا كو ندي متو ندي بلو على سيلاچو من دارو تاقالاچو انسا اندي عالم علالو من دنيا منالو
اما وجد الشيطان رسولا غيرك زاري شيطان كانت وجه ملك واطو انت لاك اندي سبحان الله زاري اندي وطرو سراتني ادرقوال انت لاك دمو اتريد ان تغير قلبي الاخي بون دميلي يالن ينام ملكاكة اندي اللو التفلقان السماهم تملس اندي نبرو يسلف عباطوش فكيف نحن اخواني اني انديتنا اهتي وريام تتاس تادرسش اقوى مش من دنو እናቶች አቋማችሁ ምንድነው? ብዙ ይባላል ስለ ዳራችሁት ስለ ሰርግ ይወራል ስለ ለቅሷችሁ ብዙ ይባላል ምንድነው መልሳችሁ? ለነመልስ ይገባል። እኔ አንድ ታሪክ አንድ kitab ላይ አገኘውና እኔ ታሪኩ በልጅነት እንደቀልም ሰማው ታሪክ ነው እናቶች የሚያጫውቱ ግን አንድ ትልቅ ያ አንድ ኢማም ታሪክ kitab ላይ አገኘውትና ለእናንተ ላካፍላችሁ ነገሩ ምንድነው? ሐማድ ابن سلامة ميبال سويت من إلال باع رجل عبدا وقال للمشتري عند سوية عند مبارع ينمع من مطفونة من ناقر تاريكن اندي تهزب اندم يا قرارت لاند سو شات اللتنا لقزو سوية من بلوالو ليس عليه عيب إلا النميمة اندي منم عيب اللبتم تنكرو سراتن يانو قوبزنو قن نمع منوالو ነገር ግን ትንሽ ያደርሳላሉ የገዛውም ሰው የትልክ ትክረታል ሰጥቶ ረዲቷል ወድጃለሁ ከዛ በኋላ ይሄ ተገዛስ ባሪያ ቤት መኖር ጀመረ አንድ ያች በሽታው ተነሳችበትና ስራ ባልየው ሲር ለሚስቱ ምን አላት አንቺ ሆይ አላት ባልሽ እኮ አንቺን ይጠላሻል ሊፈታሽም እየተዘጋጀ ሊፈታሽ ነው ስለዚህ አንድ ነገር ልንገርሻለሁ እዚ አናት እዚ ጀርባው ጋር እጅና ማጁራቱ ጋር ቁረጭን ጸጉር አንዱ ለታምጭልኝና በቤላ ቆርጠሽ ድግምት ለግምበትና ያን እንዲውድሽ አረጋሉ ይችላልበታለው ድግምታለት ሷርሞት ዳሬ ነው ብላሻ ብላ ተቀበለች ባልየው ሲመጣ ደሞ መጣና ምን አለው ኦ ጋሽዊ ጉድየው ሆኖ ነው አላችሁ ምንድነው አለ እንዴ ባለቤቱ ተኮሌላው ሽማ ይዛለች ውሽማ ይዛለች አው እንዲውም ስለትገልት አስባለች አለ እኔ ልትገልኛው ካላመንከ ፈተና ማለው የተኛ መስላው ከተጋደማል መጣ ለታርድስ ትልታታላ እቺ ምስኪን ከተኛበት ጸጉር ቆርጣ ለታስደግም አይደል ቢላዋን ይዛህዳ አንገቱ ጥገስ ትደርስ አሃ አለና ነቃና ይሰውዬ እዛው ላይ ይገላታል እሷን ገደለ ሲባል የሷ ጎሳዎች ይመጡና እሱን ይገላሉ እሱን ገደሉ ሲባል የነሳ ጎሳ መጣው እነዛን ይገላሉ በሁለቱ ትላልቅ ጎሳዎች መሃል ከባድ ሆነ ማይብርድ ጦርነት ተነሳ በማምከያት በሃዘ ነማ ነማሞች የሙስሊሙን አንድነት የሚበታት ነው የሚቆራርጡ መሬት ላይ ድርቅ መከራም ያመጡ ናቸው አንዴ በበኒ እስራኤል ዘመን በነብዩላህ ሙሳ ዘመን ድርቅ ጠፋ ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ህዝቦቻቸውን ይዘውጡና ዱዓ ሊያደርጉ ዱዓ አደረጉ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ዱዓ ሲያደርጉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዘንብባል ከዛ ወህይ ያወረደላቸው ፈአውሃ አላሁ ተዓላ ኢለይሂ اني لا استجيب لك ولمن معك لان تنكوا ابراچو تلالاچوت استجابه اشال لكواچو على الله وفيكم من نمام قد اسر على النميمه كان انت مال عند نمام مال ونجر ما دارسن يسرا زرفو ادرغو ياز موچين يادرغو بسو مكيات نو زناب يلا ورر نبي موسى عليه السلام قالو قال موسى ربي يا ربي من هو ما انه يسويه دلني عليه حتى اخرجه من بيننا ንገረኝና ላስወጣው ከማላችን በሱ ምክንያት በድርቅ እንሞት እንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞናል ያ ሙሳ እኔ አላጋልጠውም ግን እንዳለ ተውብቱ አብራችሁ ተውብት በውስጥ እኔ ዝናባ ዘንባለዋል ያ ሰው ተውበተ አላህ ዝናባ ዘነበ ስለዚህ ነማሞች መሬት ላይ ድርቅ ነው የሚያመጡት መከራን ነው የሚያመጡት ንሰውን የሚያለያዩ ሰዎች የሙስሊሙን አንድነት ሸነሽኑታል ስለዚህ ነሚማ የሚባሄ ነገር ማዋሰድ የሚባለውን በትልቁ ልናወግዘውና ልንታገሉ ይገባል ለማለት ነው የመጀመሪያው ነጥብ እንዳየነው ነሚማ ነው ነገር ማዋሰድ ሁለተኛው ነጥብ ሳምንድነው አልሪበቱ ሪባ ማለት ምንድነው ትርጉሙ ሰውን ማማት ማለት ነው ተግባባ ሪብ ነሚማ ማለት ታሪፉ ምንድነው ስለኔ አንድ ሰው ሌላ ነገር ይናገራል ያን አምጥተስ ነግረኝ ነሚማ ይባላል አላህም ለዛ ነው ቁርአን ላይ መሻኢም ቢነሚም ብሎ ነው የገለጻቸው ሪባ ግን ማለት እኔና አንተ እንቀመጥና ወይም አንቺና እኔ እንቀመጥና ስለ አንድ ሰው ማውራት እክሊኩ እንዲ ብሎ እክሊ ተፋቶ በተለይ አሁን በዘመናችን የሚያሳዝን ነው እናቶች ቡና ብለው ይቀመጡና አልጀዚራ ላይ የማይነገር ዜና ነው ዛሬም ተሰማ
ቁም ነገር እከለ ተፋታች እከለ ያገባ እከለ አሜሪካ መጣ እከለ እንዲብሎ እከለ በእንት እንደ ሞተዋል ማትሰማው ወሬ የለም የሙስሊም ስጋ ሲበላ ታያለ ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሪባ ሰውን ማማት ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ራሳቸው ሳይጠየቁ ነበር ያስተዋወቁት አኽረጀሁ ሙስሊሙን ሚን ሐዲሲ أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا نبي صلى الله عليه وسلم هميت من دون تاك الله چون دار راسات چون يستوقت قالوا الله ورسوله أعلم الله أنا ملك تنيوك وأنا كمال الصحابوك نبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال ذكرك أخاك بما يكره واندمهن بميت ألو نقر بل اللبت من سات صحابوك تقرم ዲ ሰውየው መጠጥ ሊጠጣ ይችላል አንተ ጠጭ ይጠጣል እኮ ብዬ ብናገር ሚለው ሐሳብ መጣባቸውና قال ارايت ان كان في اخي ما اقول አንተ ያላህ መልክተኛ ምንናገረው ነገር ወንድሜ ጋር ያለበት ቢሆንሳ ተግባባ አሁን ይጠጣል ብዬ ስናገር በርግጥም ይጠጣል ይሄ ቢሆንስ አሉ قال ان كان فيه ما تقول እምትለው ነገር ካለበትማ فقد كتبته አማው ማለት እኮ ይሄ ነው ወይ لم يكن فيه እሱ ዘንድ ከሌለማ فقد بهته بوهتان ነው ይባል ለጠፍክበት ነው የሚባል ቀጠፍክበት ነው የሚባል ተግባባ ግይባ ማለት ሰውየው የሚሰራው ከባሉ ጋር ተፋቶ ሊሆን ይችላል ስለዛ መናገር ማለት ነው ተፋታ ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል ስለሚሰራው አንድ ጉድ እኔና አንተ ቁጭ ብለን ካወራን አማው ማለት ያን ነው እኛ ምን ልለየው ለዛ አሁን ይሰራው ይሊሏል አንድ ቦታ ስታስቆማቸው እኮ የሚሰራው ከሆነ ነው እኮ አማው የሚባለው ስጋውን በላው የሚባለው እኮ የሚሰራው ከሆነ ካል ሰራውማ ቀጠፍክበት ነው ይባል ዋሽህበት ግልጽ ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ አላህም ሱብሃነ ወተዓላ የግይባ የህመትን ከባድነት መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ ሙስሊሞች ሊረሱት በማይችሉ ምሳሌ ነው ይገለጹ ተግባባ አላህ ሱብሃነላህ ቁርአን ስታነቡት ይገርማችኋል ወላ ይግተብ ባዕዱኩም ባዕዳ ከፈሏችሁ ከፈሎችን አይማ አይሁቡ አሐዱኩም አንዳችሁ ይወዳልኔ ያኩለ ለህመ አኺህ መይተን ወንድሙ ስጋ ሙቶ ብለው ቢባል ይወዳል ሹፍ እንዴት ጸያፍ እንዳርጎ እንደመሰለው አላህ የወንድም ስጋ ሙቶ ያአላህ ፈከሪህቱሙ ትጠሉታላችሁ አቃለሁ ፈተቁላህ አላህንም ፍሩ እንዲህ ከሆነ ሰዎችን አትሙ የወንድም ሰውን አማ ማለት ስጋውን ሸንሽነ በላ ማለት ነው እህትሽን አማሽ ማለት ሙቶ እኮ ነው በህይወቱስ እንደ ፍሬሽ ስጋ ነው ትላል ሙቶ ጠምብቶ የሰው ልጅ ስጋ ነው ቶሎ የሚገመው ከሚሞቱ እንስሳዎች ቶሎ ነው እኛ የምንበላሽው የሱን ስጋ ቆርጠ መብላት ነው አለ እንዳንረሳው ነው ጸያፍነቱ ይህ አያት የወረደበት ሰበብ ንዙል አለ የቆል ሰልማኑል ፋሪሲ እንደምታ ረዲየላሁ አንሁ የሁለት ሰዎች ኸዳም ነበርኩ ይላል የሁለት ሰሃባዎች ኸዳም አገለግላቸው ነበር ወጥ ሰራለው አጥበላቸዋል እንዴ ነበርኩ አንዴ ተኝቼ ያለ ተኝቼ ምግብ ሳላዘጋጅላቸው ጥረስቸው ተኛው ይላል ተኝቼ ያለ ሲመጡ ምግብ አልተዘጋጀም ምግብ ቤታል ሲሉ አይ አልሰራውም አልኳቸው በል እንግዳ አሉኝና እነሱም ሄድና እስኪ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ሄድና ምግብ ካላቸው ይዘና ትንሽ ምን በለው አሉኝ ወደ ማን ቤት ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔም ሄድኩ ይላል ሰልማ سهد يا نبيو يعني خدامي نبر أسامان النبي صلى الله عليه وسلم خدامي نبر أسامان جاء إباكه إن قليل كوينه مبلا نقر قال لسلو السم والله إن يهم بيت مبلا نقر إلا ما لن يلا كمان بيت كنبي صلى الله عليه وسلم كزامي هين كالي جي تمل الشمت أونا لنزي لو لسوي سينقراتشو نيسوش تقوتون اقرا درك اكونون والله يالو لو بعثناه الى بئر سميحه لغار ما اوهار سميحه متبال انديت منچوها نبرچ ياچي هو درق اتاقب كلهم تامنچالچ والله ودزاچ انكو بنلكو يغره درقنته يغدبيسنته منچو يدرق نبرالو لي سوچ اسوني ياموت يسدبوت نو ايهن اند قل تناغرو ني سوچ ياورو ده نبي صلى الله عليه وسلم سيمتو نبي صلى الله عليه وسلم تكبلوا ايواچونا من نو افاچو لي قراطا سغاوچ يالو سالو يا رسول الله سقيت تغنتو من بلوا عطنا ادلم اني قدم ولا رسو بي تنش بيبلا الله بلني لاكنو اها سغا قال بلاچوما امتاچوال معناتنو يبلاچوت يوندم سغا الله معناتنو
فنزلت هذه الآية الكريمة ولا يغتب بعضكم بعضا إتشاعت بزي مكياتني وردتشو سلزي ما مات يوان دمين سقا يهتشن سقا مبلات سلان دسو كبر مورات ما مات ني عند ابن سرين بعد الساسات من إلالو ني ميقرمن إلالو وشا يموت وشا سقا سيبلا تايتو يتوق هذا لم يهتو يهتوش وان دموش هاي بلا مكو دمت يموتن دمت سقابل تاتاك مي بلانس سيلم من البات نشل نوري چلا سوغن يموتون دمو سقاي بلا الله ما مات يأتشن سقام بلاتنو يالم انيا نام انبلا لن سبحان الله اني نا هميت مي بالو علمو چند ميلوت سلان دسو سليتن يومي هو تزرفو سلت دارو سلفتشو سللجوتشو ليوني چلال سلقومانو سلام سراو سلا تقرطو رسلامي سرابت سرا ليون يشلال سلا سراو ونجل بتشا بيسماو ميطلاو نغر كون هميت نو ميبال ايه دم يمنامابت مكيات بتقوما ميون بتقشا ميون باندبت ميون بصوف ميون هميت نو ميبال كبار نو هميت جن بتام ميغرمي سوتشاون ميامووبت سلتاله هميت ساسمسلو ميامووبت ايهم زاوس اندميكاتت يتتقماچو فلغالو اني بتام ميغرمني اتسماواتالچ اند لاپيس متتقمبات يهميتا اتمام ماينتالچ من يلالو استغفر الله انجي بلو ميجمرات هميتالچ ايچ اتمام ماغرماشو لاپيس متتبسل استغفر الله انجي بلو يا اخي تغتاب ليلى دمو بتام الناسوچ ميامو بت اتمام مال انديو الله ما شاي بلني انجي بلو دمو ميجمروتال بتام ميغرماچ سبحان الله كل هولم هميتنو اني عند النات يالوين تاريخ ين ارسو منالو انغدي لج نبلع من ما منونا ولور يجمروا لي اوكي مبلع طرو سغا بلو يسو سغا كرتبي ليلو دمو بتام ميغرمو زمناوي تنش قالچانا ميروت ميامو بات اتمامنات غيبه الرحمه متبارلج يمازن رحمه ازنه لت متامو استماماتال مسكين بلانو متجمروا ري مسكين انديت ياله دغسو كون اول سوف يطفى اسو نتشبلو نتشبلو يفتن الى يا ما كور بحكمه سيتو ملكنس ابيت يي حجابو نغر قات لقات اسو من دي بلا انديت سر كود الله يزن الله تلالج هذه غيبه يا ميتني اهتوچ وندموچ راساچن اناتل ليلو دومو بما مسجن ميامال من يلال اكلي انديت نو ستلو بغلص ونجرون لا يناغر ارا الحمد لله الفتنن جيتا اله ايما كوني سبحان الله سلازي ايهو لا دمرو مندنو غيبانو موچه يلو هميت نو استغفر الله ميبال لابيس اسقدم قال اسقدم هميت نو هي بيتنياوم هنيتا يهون يوندمن سغا مبلات ايفقدم نبيوم صلى الله عليه وسلم انطلاو زند هميتن ببوزو بمياصيف مثال يجلصوتال هميت كزينا يبلطال يلالو مان نبي صلى الله عليه وسلم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغيبه ادراچون اغرا يبالال هي اياكم والغيبه ادراچون هميتن تتنققوا فان الغيبه هميتكو اشد من الزنا كزينا يبلطال سبحان الله ولا تقربوا الزنا يالو زنا سيناجر كروكو ندات قربوتني علي كبادنته وساء سبيلا من ملشو كفان يا رب غيبة كزايب التعلم لمنالو فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه عند سوزينا سرتو ودى الله الكسوة ملسى الله لمرو يشلال وإن صاحب الغيبة نقرقن غيبة ياما سو سوية وراسو عفو سكالة لو درس ما عرتين لو كبادنو سلزي غيبة كزينا يبالتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم دن رقو بليلام حديثاتشو لي مياسازن حديثنا والله سموت أخرجه أبو داود من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منالو مررت ليلة أسري بي على أقوام أني الله سبحانه وتعالى معراج وده سمين ديوت أرقواتشو نمبر سباتون سمين كواكون ديوت أرقواتشو نمبر يعني سالفالو معراج لي سوتشن تملكتك لهم ألاتشو أزفار من نحاس أفروتشاتشو كنهاسي هنا يخمشون بها وجوههم وصدورهم بزابا نهاس تفراتشو فيتاتشو ندرتوتشاتشو نباجران عزو فقلت يا جبريل أنت جبريل من هؤلاء
የጉዞ ባልደረባቸውን ጅብሪልን ጠየቁት እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው قال هؤلاء الذين يحكلون لحوم الناس ويقعون في عراتهم እነዚህ ሰዎች ማ ዱንያ ላይ የወንድሞቻቸውን የእህቶቻቸውን ስጋ ይበሉ የነበሩ ናቸው ويقعون في عراتهم بكبروቻቸው ላይ ዘምቱ ይጸዳዱ ነበር سبحان الله الله سبحانه وتعالى اخر علي يناس صفر ستو اندي بوچرو راساچو ليدرغا شوف نبي صلى الله عليه وسلم اندنرقو اندنششو ما يدرغو تنتني عرض المسلم سون كاميت سميكاتتو عندو هي نو اي سون كبر لي مزمت مسدادات نبي صلى الله عليه وسلم عرض بسو كبر لي مزمت كباد اندو سيناغرو اخرجه مسلم من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا كل المسلم على المسلم حرام عند مسلم بليلو مسلم لي كلكل نو دمه وماله وعرضه دمون ما فسس حرام وماله برون تبدر ويسرق موسد وعرضه كبر لي مزمت سبحان الله ركوب سويش سبعنا كبر لي جبتن لما نواجهكم سويش سواين اندي ودكو يا درقناتشو نبيهم صلى الله عليه وسلم بل الى حديثات شولي هميت كولدوا لا تلوك ولد اندهوني ناقرال ولد تاكو تعالى شاء الله سبحانه وتعالى ولد امي بلاسو كنيقات ارنتا وجوال بلون قرآن لي قلزو نبي صلى الله عليه وسلم حديثات شولي من قالوا وان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود بزقه حديث لي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا قالوا ربا ولد 73 بابا 73 براف قالت ربا كفل قالوا درجه ايسرها قالوا مثل ان ينكح الرجل امه سبحان الله قالوا ربا مالت عند سو كناتو جا مغنانيت مالت اعوذ بالله انديت بميصيف اندجلص تملكتو وان ارب الربا تلقو ولد جن مالت عرض الرجل المسلم باند مسلم كبر لي مزمت نو يا مسلم سغاو مبلات نو كباز نو ربا كريباو تشول لا يبلط نو يالو نو نبي صلى الله عليه وسلم نينيا والله اندقلال نو من نغاغرو دعانا درك تبلو چات يزو يقمطالو مين بلو مسلم سغا لا اله الا الله بنا نتطا تبلو يتررالو سلسو نو تفاتاچ اغباچ اندي موتبات سوما اندينات سوما اندينو لماذا لا اله الا الله ككبرو تشولو كمنبلاچو سغاو تشولو كبادو دمو يا علماء سغا مبلات يا دين استماريوچن سغا مبلات علماءوچن مياما በነሱ ክብር ላይ የሚዘምት ሰው ከሌላው ሰው ደግሞ ለየት ብለው እዱንያ ላይ ነው ቁጣቱን መስጠው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ابن عساكر ميبالو تلك عندي سلف عالم من يلالو وعادة الله على المنتقصين على العلماء مشهورة علماء وشي ليس كان ميبالو بعلماء وش لا ميزمت سوچ يا الله لمادك يتوقنوا الله بالنسو اللي ميادرغ قدي يتوقنوا من اكل لحوم العلماء يا علماء سقايب الله ابتلاه الله بموت قلبه قبل ان يموت كما موت بفيت الله لبن بمجدل يفتنوا لا اله الا الله لزانو تملكت علماء شلي اندي نترك ما يدرغو ميسدبو ميتچواچو سوچ داعيوچن ميتچو سوچ قران سيكفتو انكم مالقس ايچلو لبو يدرقال الله لبون يقلوا والله عند سوال لك اندي عينت فتناو سيغبا دعاء رغلي بلو يمطى والله بك قال تشالكم بك مقوم قال تشالكم على مت حرام ساي قال هون اللي مالي يبتي لا الله لبهن يفتنوال قالوا العلماء لحومهم مسمومه يعلم ايش سغا سم منه مرز يتنكا نو من شمها مريض يا شتته يتممان ومن اكلها مات يبل لو يموتال لبنا يموت يدين سميته نو تماطو يموت ميوطاو منو علماء وجه يا نبيات وراشوش ناتشو በተለይ ደግሞ ለዚህ উম্মা ከዚህ በኋላ ነብይ አይመጣም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ኻተሙን ነብይን እሳቸው ናቸው እነዚህ ሰዎች ነው ዲኑን ይዘው ለኡማው የሚያሰላልፉት እነሱን አማሃቸው ክብራቸውን አንቋሸሽክ ማለት ሰው እንዳዳምጣቸው ጆሮአቸው ላይ ዘጋባቸው ማለት ነው ስለዚህ ዲኑን በተዛዋሪ ይገደልከ ምን አይነት ሸይጣን ብትሆን ነው አንተ የነብያት ወራሽን የምታመው ያ አላህ ወልዩሽ ናቸው ዑለሞች
امام الشافعي من يلالو ان لم يكن العلماء والفقهاء من اولياء الله فليس لله وليا علماءنا فقيهات عالموت دعات يا الله ولي كالهنما الله ولي لهم نسو 30 40 عام كتاب لي دمياچون يغفو عيناچو ورقه لي تدفتو يكرمو سنت شي درس ياوتو سوج نزي ما الله ولي كالهن ولي لهم امام الشافعي ان عليكم دمو يا الله ان ولي يتتناقله طبو كمان غارنو كالله غارنو بليل حديث لا الله سبحانه وتعالى من يلال من عادى لي وليا ينين وليوش يتتناقله فقد اذنته بالحرب طرنت اوجبتالو يالال علماء من كات مالت كالله كطرنت مكفتنا يا علموچن كبر لنفرا لنشش جبال هميت نبي صلى الله عليه وسلم كريبا يبلط علالوت كزينا يبلط علالوت በፍጥፍራቸው ይቦጭራሉ አሉ ብዙ አስተነቀቁ አኸራ ላይ ደሞ እነዚህ ህመት ህመት ማለት የሰው ልጅ ስራ ሞጥጥ አድርጎ ነው የሚበላው ላ ኢላሀ ኢላላህ አኸራ ላይ ያለ ሐሰናት ራቁትን ነው የሚያስቀር ህመት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ከደ ሰሃቦቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ያሉ ምን አሉ አተድሩና መል ሙፍሊሱ ደሃ ማለት ማን እንደሆነ ታቃላችሁ አሉ صحابوش دمو بمياقوت غنزابياچو منالو المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع يا الله ملكتنيا دها مالتما منن بيسا بيستي يللو ميتاكم بت سانتي يللو اقا يللو نالو النبي صلى الله عليه وسلم يهدلم قالو المفلس من امتي كني امه دهاو مالت رجل سونو ياتي يوم القيامه بحسنات كالجبال ترارا بميال حسنه يوم القيامه يمطالو ترارا ترارا نهال صومو سجدو زكاوتتو سيلة الرحيم بيت زمر قطرو لمسكين رلتو مسجد اسرتو غدغدا اسقفرو لودوها خير سرتو يمطال يتيم ابلتو ترارا ترارا نهال ولكن قالو نبي صلى الله عليه وسلم دهنته اللي نغرون بالبوزو دين نو قالو ايهنياوم متتو تالال وسفك دم هذا اذا اندم افسسوال ايهن امتو تال ايهن سدبوتال ايهن اطالتو تال እነዛ ባለዶችን አላህ ያሳውቃቸዋል ዛሬ እህቴ እህትሽን ብታሚ እያችኛይቱ ትሽላታቀት ይችላልች የመልከ ያማ ግን አላህ ምንድነው የሚያደርገው እከሊት ወይ ነይ እከሊያም ታሻለሽ ብሎ ይነግራታል ላ ኢላህ ማምለጫ የለም ወነደዑ ለመዋዝን መልከስታ ለየውም القيامه ማምለጫ የለም ቀጥተኛ ሚዛን ነው የሚቀመጠው ልክ ያ ሰው እነዛ ሰዎች ይመጡና ያ ረቢ እንግዳ ይሰጠን የበደለንን ይላሉ አኺራ ላይ ሳንቲም የለም የውም ላይንፈው ማሉን ወላ በኑን ሳንቲም የለ ብር የለ ምንድነው ያለነ ሐሰናት የሰራናት ኸይር ስራ ብቻ ካፒታል እሷ ብቻ ነው እዳህም ትከፍለው ከዚች ካፒታልህ ነው አንደኛው ይመጣል ለተበደለው ከሐሰናት ተቆርሶ ይሰጣዋል ይዞ ሲሄድ ያደማው ያማው ይዞ ሲሄድ እዳህን መክፈል ካልቻል ሁለተኛ ማራጫ ያንተ ይዘው የመጣው ተራራ ተራራ ሚያል ሐሰና የነዛን እዳ መሸፈን ካልቻለ ሁለተኛ አማራጭ አለ ሁለተኛው ምን አማራጭ ነው ከነሱ ሰይአት መጥፎ ከወንጀላቸው እየተቆረሰ አንተ ጀርባ ላይ ይጫናል ይግድኗ አድል ነው አኺራ ላይ ፍትህ አለ ሐሰና ከለለምት ከፍለው ከነሱ ሰይአ መጥፎ ሥራ ተቀነሱ አንተ ጀርባ ይጫንና ፈይጥረሁ فيها في النار الى النبي صلى الله عليه وسلم جهنم مسبفتين برورورال الى የነሱን ወንጀል ተሸክሙ لا اله الا الله سو سجدو رمضان تربو صمو صدقا ستو حسنو زيرو كون جهنم كجب من وقالو إنا لله وإنا إليه راجعون حسنهن قرتت ترغونو ميبلالو نبي صلى الله عليه وسلم اخر علي لزانو عندي حسن البصري بيتاچو قچ بلو يال سو اماچو سيبال سم من دارو تاقالاش تلك اقامتونا بزاقا بتام ميامغواغوا تمر مولوتنا لاكولت لزاسو لك يعني عماتشو سو سيدرسو قرمونا لاكباتشو زول يا حسن لمن دني لاكلني ينسيلوت اي هديتنا حسناتك نهديك تمرنا بينا اي عمتهن الميبال حسنا ميبال ستهن الميبال سلسمو بايوان دو بالتشيدن بزيش تمر لك حسبيني لاكل عمت حسنا ستهن الله زن ديو ملكي عما قنيوال بايوان سكين ديو بالك بالكسهن بالتشيدون حسنا بتمر ملوت اي چالب ريتش لستهن ولا قزيو سكين
شوف ارغم يعلمواچ حسنا يبلل لذا نو عبد الله بن مبارك تعلق علي من يلالو اني على ما من جباما ما ننا ما مالو انا تاباتي نو ماما تغبا اتس ياسادغني يدكم ياچو حسنا يلنس بيونلني ان شاء الله انا اهون منناماو سوكو من طلاون سو نوار بتچباج ስለዚህ ለምን ጠላው ሰው ሶላታችን እየሰጠን ነው ለምትጠያት እህትሽ ሐሰናሽን እየሰጠሽ ነው እህቴ እየተሸወድን እኮ ነውኛ ትርፍ እየመሰለ ቁርጥም ምንም እናደርገው ቡና ብለን ቁጭ ብለን لا اله الا الله ስለዚህ ሐሰናችን እያቀበልን ነው ስለዚህ ሰለፎች እንዲህ ሐሰናን ለሰው መገበር ስላልፈለጉ አኸራ ላይ ነጭ ደሃ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ነጭ ደሃ ላለመውን ሲሉ ጥንቃቄ ያድርጉ ነበር ተግባባ እኔ ጋናቸው ጥንቃቄ ያድርጉ ነበር ዛሃቢ ሲራ ዓለም ኑበላሪ አንድ ታሪክ ተቀሰ እንዴት ራሳቸው ከሜት ሰለፎች ለማራቅ እንደሚጥሩ እዚህ ሐዲስ እየተመለከታላችሁ እዚህ ታሪክ ላይ አና አብደላህ ኢብኑ ወህብ ኢብኑ ሙስሊም አብደላህ ኢብኑ ወህብ ኢብኑ ሙስሊም ይባሉ ትልቅ ዓሊም ትልቅ ዑለማ ምን ይላሉ ሰው ሁሉ ያማለው ሁሌ ስራዬ ሰው ማማት ሆናሉ አሁን ከዚህ ህመት ሐሰነን ሰጥቼ አኺራ ላይ ባዶ ኪስ ይልቀር ነው እንዴት ብዬ ልራቅ ብዬ ማሰብ ጀመርኳል ሳስብ ምናሉ ነዘርቱ እኒ كلما غتبت انسانا ان اسوم يوما ለራሴ ቃል ገባው አንድ ሰው ካማው አንድ ቀልጾም ብዬ ቃል ገባው ተመልከቱ ጅሁዳቸው ሳማ ስጾም فاجهدني አልቻልኩም ጾሙ ሊያቀበኝ አልቻለም ኩልቱ አግታቡ አሱ ሁሌ እንዳማው እንደ ጾም ክልኖር ነው ምን ላድርጋ በያስብኳ ሳንሰላስን አንድ አሳመጣልኛል ምን አሉ ነወይቱ ፈነወይቱ አሉ አንኒ كلما غتبت انسانا انا اتصدق بدرهم እኔ ለራሴ ቃል ገባው አንድን ሰው ካማው በአንድ ብር ልሰጥ ብዬ ለራሴ ቃል ገባው የዱንያ ነገር መጣች እንግዲህ ሳማ ስሰጥ እንግዲህ ዳሸን ባንክ ያኔ ባይኖር ብር ያለቀ ባንክ ያለው አሉ ብር እንዳለ ሙጥጥ ብሎ አለቀ አሉ فمن حبي دراهمي تركت الغيبه ከገንዘብ ፍቅር የተነሳ ህመትን ተውኳል ምን ካፒታይሳር ኪስ የመነመነዳ شوف እንዴት ራሳችሁን ከአኺራ ክስረት ለመጠበቅ ይጥሩ እንደነበር ሳማ ስሰጥ እስኪ ንሞክረው አንድ ቀን ስናም አስር ወር والله بسامنت يورد موزاچين يلقى كما ماتاچن بذات اندي ادرغو نبر كاخرا كسرت راساچو ميطبقوت ابن واهب تلك عالم نبرو اندي يامالو سلاچو قلال سو اندي مسلواچو امام احمد سلسو سيناغرو من لالو ابن واهب عالم صالح فقيه كثير العلم تلك سو نبرو بل حتى قران يسمور دنگتو نيموتو نميبالو እንዴን ደጋግ ሰዎች ራሳቸውን ከአኺራ ክስረት ለማውጣት እንዲጥሩ ነበር እኔና አንቺ ሰህቴ ስለዚህ ኢንሻአላህ ህመት እንደዚህ ያስከፊን እንደሆነና የህመትም ጣጣዎች ብዙ እንደሆኑ እስካሁን ለማየት ሞክረናል ግን አሁን ህመት ይስማ ሰው ምን ያድርግ ተግባባን እንግዲህ ህመት ሁሌም አይቀርም አሁን ስነውጣ ይመጣል ህመት ይስማ ሰው ምን ያድርግ መመለስ አለበት አለ ዑለማ ለምን ለሁለት ነጥቦች ሲባል አንደኛ ከህመት ውስጥ አብሮ ሱ እንዳይካተት ተጋባን አብሮ ያማ ሰው አብሮ ከወንጀል ውስጥ ይዘፈቃል እሱ አንተ አብረባታ ማለት ኖሮ አያማም እኮ አይደል አመተኛ ሰው አብረን ባናሳሙ አያማም አንድ ጃጨበጨውማ ብቻው እህሳ ብለን ካላዳመጥ ነው አያማም ስለዚህ ህመት የሰማ ሰው መመለስ አለበት ለምን መጀመሪያ ወንጀል ውስጥ አብሮ እንዳይዘፈቅ ثانيًا ሁለተኛ አላህ ከወንድሙ ሲታማ ሰምቶ ወይ እህቷ ስትታማ ሰምታ ተይ ብላ ከህቷ ክብር ላይ በመመለሱ አላህ ጀሃነምን ከፊቷ እንደሚመልሰው ስትል ተግባባ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ አቢ ደርዳ ባወሩት ሐዲስ ላይ ምን ይላል قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض اخيه بالغيب رد الله عن وجه النار يوم القيامه كوندمو كبر لي وندمو سيتامي توبلو ياسقوم يتكلكل الله سبحانه وتعالى يوم القيامه كسفيت جهنم من زرا درغاتال
ተግባባ ጀሃነምን አላህ ከሱ ፊት ይመልሳታል ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላም ሐዲታቸው ለምን ይላሉ من ذب عن لحم اخيه ከወንድሙ ስጋ ሲታማ የተከላከለ ስጋው ሲበላ ሰምቶ የተከላከለ كان حقا على الله ان يعتقه من النار ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በነፍሱ ላይ ግዴታ አድርጓል ከጀሃነም حر ሊለው ነፃ ሊያወጣው ይሄን ትሩፋት ለማግኘት ስንል ራሳችን መከላከል አለብን አሁን እህቴ ቁጭ ስትይ ቡና አንጠጣብልሽ ታማልሽ ማስቆም አለብሽ ከሷ ክብር ላይ ከሷ ፊት ላይ ስትከላከይ አላህ ካንቺ ፊት ጀሃነምን ይከላከላታል ተግባባን ስለዚህ ለሁለቱ ነገሮች ሲባል ማድረግ አለበት በተለይ ሁለተኛው ትልቁ ነጥብ አስፈሪ ነው አይደል መግቢያው የት ነው ጀሃነም አላህ ከጀሃነምን ከፊታችን እንዲመልሳት ጀሃነምን ማን ይችላል እህቶች ወንድሞች ከባድ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ጀሃነም ሲናገሩ ምን ይላሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀሃነምን 3000 ዓመትን ያቀጣጥላት ይላሉ 1000 ዓመት አቀጣጥላት ሐታ ሐመራት ደም እስክትመስል ሌላ 1000 ዓመት ደግማት ሐታ ቢያጣት ነጭ እስክትመስል ሌላ 1000 ዓመት አቀጣጥላት ሐታ ስወደት ጥቁር እስክትመስል ጀሃነም ከረቀት ሲታይ ሚላውስ ጥቁር ወንዝ ነው የምትመስለው ولا بئس المهاد على الله من طافنته من يسكفى كذلك جهنم الله عندي تبك انسن كوندماتشن كبر لي مملس علبني وندموتشي جهنم مستي جهنم سوت سيطالو فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق على الله نزا شقي يهونو سوت جهنم لي سيطالو سبحان الله بتام ميسبرك استتنو لهم فيها زفير زفير مالت اهي عندي سيچو سمتاچوتا عندي بتام دمصون كفارغو يلقونا كذا قسبل ينسقسقالا شهيق مالت يمنسقسقو زفير مالت عندي ميچوونو بحي كزي قطات لمدان سنل والله الله كزي جهنم فيتاچ انديكلاكلو يجهنم سوچ سقاي لي يتسقايو يجن يجهنم زبنيا ودا الله يلكوتال يا مالك ليقضي علينا ربك انت مالكوي الله ان ادرسلن جيتاچن نغرو يجدلن بقى ياطفان يجهنم نورو بقى انسيلو مالك يلالو نبي صلى الله عليه وسلم لا الله يملك تدرسو متو للناس مرس كي ساتاچو درس درسو سكي متا 1000 عامت يقيال يلال 1000 عامت درسو لممطات سبحان الله متو ميطافطاچو نيم تسفا سچ نغر بنغراچو انكم ماكثون نميلاچو ارزو تاريناچو تسفا يلاچو ከዚች ጀሃነም አላህ ፊታችን ላይ እንዲመልሰው ስትይ እህቴ ከጊባ መከላከል አለብሽ ሰው ሲታማ አቁም ማለት ይገባሻል ይሄ ደሞ ከጊባ ረድ መመለስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ራሱ منهج رباني ቁርአናዊ ስልጣና የሰጠበት ነው ለሰሃቦችና ቁርአንን ከዛ በኋላ ተከትለው ለሚያነቡ ሰዎች አስተምሮት ራሱ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስተማረው ሁላችሁም ተቆጣ አንድ ታሪክ አለ በአይሻ በእናታችን አይሻ ላይ የተወረው ኢፍክ ቅጥፈት ወሬ አይሻ ዚና ሰራሽ ተብሎ ሙሉ መዲና በወሬ ተናጠ ሙሉ መዲና እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ዚና ሰራሽ ተብሎ ሙሉ መዲና በወሬ ተሞላ ሐታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሬው እስኪበር ብለው ወስደው አባቷ ቤት አስቀምጧት አቡበክር ቤት እስኪጣራ ተብሎ ወሬው ይዚዝ እየተቀባበሉ አናፈሱት ሙናፊቆች زين جزي الله سبحانه وتعالى قرآن وردو تاريخا ويستمروا تسطاچو مسلموش لو دفيت غيبا سي سو من ما درك اندالباچو غيبا مالت كبدتو من اندهونه تگبابان غيبان مياقطاطلو سوچ من عينت ونجل اندالباچو ان مؤمنوچ مراساچو عائشانم كدمو كتبالچو نصامون انا ارغاغتو قرآن ورده من على نزاوري ولا قطعطلو تسوج والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم يعني ينغروان سات يزو سيقطعطلات ينبر اسو كباد قطعت يطبقوا على المؤمنين بتونوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره يا الله زنتنا تشروتا بايهون نورو ان انت راساچو مؤمنين لمسكم فيما افتتم فيه عذاب عظيم كجيتاچو كباد كباد قطعت ياغنياچو نبر የኔ ዝነት ችሮታ ሆኖ ነው ተውቋችሁ ተቀምሷት ነበር ብሎ ሌሎ ከዛ በኋላ የጊባን ከባድነት اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
እናንተ ቀላል ይመስላችኋል በመላስ ግዚዛ ስትቀባበሉት وهو عند الله عظيم ከአላህ ዘንድ ግን ከባድ ነበር የሰው ስም መጥፋት በክብሩ ላይ መጸዳዳት እኔ ዘንድ عظيم ነው እናንተስ ብትሆኑ ህመት ስትስሙ እንዲያትልም ብሎ ደሞ ትምርት ዛው ሰጣቸው ولولا اذ سمعتموه قلتم የሰማችሁ ዘይ ዚናን ተናሰራች ከሌ ተፋታች ከሌ እንዲያለ ሲባል አትሉም የነበር ማ ይኮኑ ለናነ ተከለመ በሃዳ በዚህ ጉዳይ ለመነጋገር እኛ ሳንችልም ሱብሃነክ ጌታችን ጥራት ይገባ ሃዳ ቡህታኑን አዚም ይቀጥፈት ነው አትሉም ማላላህ ተርበው የረባን ይሰጣችሁ አምላካዊ ስልጣና ጊባ ህመት ሲሰሙ ማድረግ እንዳለባችሁ ኩትኩት አደረገላችሁ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ለዛ ነው عائشه نمزاو كدمو نصامونون الله غلصو سلال ان والان الذين جاءوا بالافكين يالو بافكن يمتو قطفو نو بلون ياغلط بعائشه تقطفو باتن نصونات على الله ايچن قرطبي ايايزو من يلالو امام القرطبي من يلالو وان يوسف لما رمي بالفاحشه براه الله على لسان صبي في المهدي وان مريم لما رميت بالفاحشه براها الله على لسان ابنها وان عائشه رضي الله عنها لما رميت بالفاحشه لم يرضى لها ببراءه نبي ولا صبي حتى نطق بنفسه سبحان الله من يلال القرطبي يوسف عليه السلام نبي الله يوسف نبي تاكوت زليخا متبار يونيو غسيتو ميست بيت كتكمتو بيت مسكوتون برو زقاقاتشنا لزينا تقراتشاشو هاي تلك ايو تزقاجتش اللالو ناستل معاذ الله بقيت هاي تطبق اللوان اندي بستل تكتل استباراتشو لبساتشو كوالت كدوالش برلي سيدرس والف يا سيدها لدلباب برلي بالو اقاتعم الصوت هلو نقرون كأي رارقتشنا اندي بيت سابهم بتنكول يا السبسو من دنو من دوالش يوسف دو مهراني عدلو مال انتنا عدلو مسيب بابالو الله بتنيا هسأل لج سبحان الله بهسأل لج طوت بميت أبا هسأل لج مسكر ستة وشهد شاهد من أهلها يبيت سم مسكر زاولي تستة من هال إن كان قميصه قد من قبل فكذب وهي من الصادقين السو لبسو كافت لفت تكدوكونا نجري ستتاقلو ستتاقلو نيك أدد شبتنا السو نو انجلنيو كوهالاو كونا جن ستتاررو تاونونا السو هنات انجلنيو لسانو كون كذا سويو مساتكو اللي سرات شاوكنا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين انشن استتنيا الله يوسف عليه السلام بزينا ستامو بما انه نسعى درقاتشو بتنيا هسالجنا مريم دمون عليه السلام الصوا زينا سراش ستبال عيسى عليه السلام بمعجزه ولو بتامر الصوا ولدا وطوتيا طباتش زو ستمتا حزبوچا تغرم يا مريم لقد جئت شيئا فريا انديت ياله تلقطفت نو انجلي زش متاش انش مريم مالوات እሷ ግን ምን አለች አላህ ስለነገራት فاشارت الي ጡት እየጠባ ነበር ይላል في البحر تفسير ላይ ጡት እየጠቡ ነበር ነብይ ኢሳ ነብይ ናቸው ታቅፈው ነው ያሉ እየጠቡ ያለ አፋቸው ላይ እሷው ደሷ አመለከተች አፋቸው ላይ ጡቱን አወጡና ምን አሉ قال اني عبد الله اني يا الله ባሪያኒ አላህን በሙዕጅዛ ያወጣኝ አታኒ الكتاب وجعلني نبيا شوف الله مريم زينا اندال سراش بزينا اسو اندال تولد بمان اف ارغاغته نبي بهونو بهصانو اف يوسفن بتنيا حصان عائشه سا ستتاما عائشه بزينا ستونجل يا نبي صلى الله عليه وسلم ميست الله بنبيو ملاسن بتنيا حصان ما لا درغم حتى انطق بنفسي براسن الله قران اورد برانه شالت عائشه لي قطفتني تدرغبات وشت نبرو الله او غزو انا ورد الله تيلالو امام القرطبي سلازي الله سبحانه وتعالى هميت سنسما من ما درق اندالبن ازي املاكو يتمرد ساتونا تقبابا ايه نسكي الله يستمارون قرآن ويملك تيتكتلو صحابوك من يمسلال تاريكاتشو ويمكن نصبا لي متوف دقاق قسوك هميت سيسمو ينبراتشو اقوى من دنو اسكي نمازي جمعين الصالحين نعلم كسوالحوكو استمروت نعلم قال سفيان بن حسين مبال تلك سو من يلال كنت مع اياس بن معاويه اياس بن معاويه غنبرك يلال كچبيه كذا عند سو بغوناتين سيالف اني منالكو سلاذا سو يونه نجر اماوتال كذا زورالونا اياس بن معاويه اسكت زنبل قالونيا مندنو سلاچو اغزاو ترو مالونيا روم زمتال اسكي نغرنيالو يا مسلموش طلات روم زند قال لا قلت لا ارى لزمتكم مالكواچو قال اغزوت الترك ترك السهد زمتها ارى لزمتكم سبحان الله انت سوي
ሩሚ ሙስሊሞች ጣላት ቱርክ ሙስሊሞች ጣላት በሰላም ተቀምጠው ይሄ አንድ ሙስሊም ካንተ አፍ ሰላም አይሆን ካንተ ተንኮል ሙስሊም እንዴት ሰላም አይሆን ሹፍ ዛው ጋር ረዳ ደረቡት እሱ ምን ይላል والله ከዛ በኋላ ወደ ህመ ተመልሽ አላቀም ይላል سبحان الله لك الله ያለው ነው قلت ما يكون لنا ان نتكلم بهذا بل هو እና ልክ ሲሰሙ ሰለፎች እዛው ፊት ለፊት ነበር የሚመልሱ ዝም በል ያስቆሙታል ስለዚህ እህቴ ቁጭ ብለሽ ወሬ ከተነሳ እህቴ ዝም በይ የእህታችን ስጋ አንብላ ተገናኝተናል ስለ ዱንያ ጥሩ ነገር አውርተን እንሂድ ማለት ይሆንብሻል ይኖርብሻል ማለት ነው ኢንሻአላህ አንዳንድ ሰለፎች በጣም የሚገርማችሁ ሰዎች ከፊታቸው ላይ ቁጭ ብለው ያለ ትላልቅ ዓሊሞች ከጎናቸው ሰው ማማት ሲጀምር ምን ይላሉ መሰላችሁ ምን እንደሚሉ ታውቃላችሁ قال انا رجل بين جنبي سوره البقره لا تسكتن او لتخرجن من مجلسي لوت نبر اني اكو سوني بغوني منين يجالو سوره البقره اني حفظكو سوني زمتل اندون زمبل عليا مجلسي يلقاو طايلوت نبر اسكي انيا ايهن النبل ان شاء الله اسكي ايهن النبل كما حالاتين قول الله دنيا لا حفظال سوره الاخلاص فاتحا لا حفظال الحمد لله رب العالمين حفظنا لابزانيوچاچ ሰው ከጎናችን ሲታማ ምን እንበል ዝም በል እኔ እኮ ሱረቱ ልኽላስ አልሐምዱን ያፈዝኩ ሰው ነኝ ይህን ያፈዘ ልቤ ህሜት ሊሰማ አይችልም ዝም በል እንበለው እስኪ ኢንሻአላህ እንበለው ወላሂ ይቻላል ማይቻል ነገር የለም እንዲህ እያሉ ነበር የሚመልሷቸው ነማዝጁ ሶስተኛው የአላህ ስብሓነ ወተዓላ የቁርአን ተርቢያ ካገኙ ሰለፎች ውስጥ كعب بن مالك تاريخ انت قلت الله شيء كعب بن مالك غزوة التبوك لي سايسات تفكرتو باندا عند قد داي طورنا تلال تساتة ونبرنا من قر لي نبي صلى الله عليه وسلم صحابه شكا قلت شبلا ويالو كعب بن مالك يتدى قالو طورنا تلال قد عميل تساتة فمسو ولا طورنا تزمج على دم باندا نمكياتو شكرتو نبر اللهم توبة تكبلو تكر علي تاريخ ناس كم توعى للثلاثة الذين خلفوا بلو يعني نبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك يتالى سيلو عند سو كما حالاتو تنسان يا رسول الله حبسه برداه ايش مي لبسات غابيو لبسون اندچ اندچ يا ليا يزنت اكو ني قرو علاچو لك ينسل معاذ بن جبل قمنا بئس ما قلت يالكو من كفا والله يا رسول الله با الله يونبني الله ملكتنيا ما علمنا منك الا ما هو خير كسطر انج من ليلى مطفو نغر اناق ملس وزولي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم زمالو ملسو سمت نلك كفيتاتشي لي سو سيتاما زنبل مالت علب يه قرآن ما يستمر لهن انسما هذا بوتان عظيم يكطفتنو مالت علب تقبابان يه انجدي سلفوچن يتكتلن اندونو ان شاء الله اني بتام ميغرمي تاريخ الله قدم بانسانو يناتاچن عائشة تاريخ لي زينب النبي صلى الله عليه وسلم يستاقوات اللاچو عائشة سلسوا ستناغر من تلالچ كنبي صلى الله عليه وسلم يستوچوس انجدي لسوا طاونتوانات كنبي صلى الله عليه وسلم ميستوچ üst اني بلت اني بلت يال من نفوكاكر كزينب غان نبر تلالچ تگوبابا زينب غان اني بلت اني بلت من نبابالو بقنجنا ببن مالچ بالين فيتون تازربني يالش مرات اسوان زينب نم تلالچ عائشة اني زينا سراش تبلا ستتاما نبي صلى الله عليه وسلم متونا انگدي بالناچو زينب من تا يالش سلا عائشة من تاقي يالش علوت سيلوت اسوان انگدي طاونتوانات بالني يطيقات عائشة تتلت على السواب تودد مفلق نبر باتها من عليك يا رسول الله إني أحمي لساني إني نفسي ملاسي نتقبك عنه إني كعائشة طرون الجليلة ما كون أقري لين يا مالك تقبب كعائشة طرون الجليلة نقر عليك يا الله ملك تيا شوف يينا وإيمان قريت أون طوانات يتأيك أثبالوان بكون جنام التودات دراتنا وعلي سكذلك يحينتنا من فلقون مملس سونكو همتون تنسيلة لا لا ያስለ ሱጡሩ ነው መናቀው እንዴ አይነት ጀግና ሴቶች ልትሆኚ ይገባል እህቴ ህመት ፍትሽ ላይ ሲታማ ሰውንማ ብሎ ሲጠይቅሽ ላላ እኔ ስለሷ ኸይር እንጂ ሌላ አላቀም ምት ይመሆን አለብሽ ገጣሚው እንዴ አይነት ሴቶችን ሲገልጽ ምን አለ اذا كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال ما التأنيس عيب للشمس وما التذكير فخر للقمر على الغطامي اذا كانت النساء كما ذكرنا ان داوسانچو كونو ما سيتوچ لفضيله النساء على الرجال سيتوچ كون دات بلط ماونيچ يبلطو نبره متانيس عيب للشمس سيتاوي صوتو مدرغو لصحايكو
عيبا نور ادلم لقمر دمو لچرقا بوند سمطرات بعربيا تذكير نو قمر تانيس نو صحي منارغا طلعت الشمس نو من صحي توطاش نو من هل الهلال ويم طلع القمر نو من ساق چرقا وطا نو من بعربيا سلازي ماني بلطال كن صحي تبلطالچ علي سيكداري سلازي للصحي كو يسي صوتا مسطتو ما نسوانا املاكتم زينبا ماني درسباتال تكبابا አይባ አይደለም ሴትነቷ ስንት ጀግና ሴቶች አሉ ይያለ ነው ገጣሚው ወነተም ነው والله አንዴ ፉዳይል ኢብኑ በዝዋን ለሚባል ትልቅ ዓሊ አንድ ሰው መጣና ምን አላቸው አንተናኩ እከሌን ሊንዲ ብሎ አማ አላቸው ታምተው ነው እንግዲህ ምን እንዳሉ ታቃላችሁ እንደ አማኝ አላሉ ምን አሉ والله لا اغظن من امره ያማውን ሰው ነው ማስቆጮ ባላህ ይወድብኛል ከዛ በኋላ ምን አሉ ይغفر الله لي وله قال እኔንም እሱን ማላህ ይማረናል ማን ነው ያዘዘው አሉ ማን الذي امره ማን ያዝ ያዘዘው ሲል قال الشيطان شيطان አዘዘት እንጂ እንግዲህ አማኝ እሱን ነው ማስቆጮ አላህ ለኔም ለሱም ይማርልኝ ሸይጣን ይቆጣል እንድትጣላ ነው ይፈልገው እንዲያማ ያደረገው ስትሰማያን እንድትለያይ ነው አኺራ ላይ ያለ ሂሳብ እንድትቀል ያደርገው እኔንም እሱን ማላህ ይማረዋል አምስተኛው ነማዚጅ ምን الصالحين ህመት ሲሰሙ ምን ያደርጉ እንደነበር አቡ ሐኒፋ ናቸው ሱብሃንአላህ በጣም ይገርመኝ ታሪክ ነው አቡ ሐኒፋ አንድ ምን ይሰማሉ አንድ ሰው ዑስማንን ከሙስሊሞች እኮ ነው በሳቸው ዘመን ሰይድና ዑስማንን ሶስተኛውን ኸሊፋ ይሁዳ ናቸው ብሎ ይሳደብ ነበር ሙስሊም እኮ ነው አላህ ከመላሱ ለምታ ይጠብቀን እንዲ ብሎ ይሳደብ እንደሆነ ሰው ዑስማንን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይሉታል ان الملائكه لا تستحي من عثمان لا ملائكوچ እንኳን ከዑስማን حيا ያደርጋሉ ያከብሩታል ملائكوچ عثمان በጣም አብታም ነው صدቃ የሰጠ ጊዜ እውር ነው የሚመስል እብድ ነው የሚመስል ለዛ ነው አንዲ ትልቅ صدቃ ሰጠና ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለው ዱአ እንዳደረጉለት ታቃላችሁ يا عثمان غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما هو كائن منك وما هو كائن الى يوم القيامه انت عثمان ايه لا دركوا شروطا الله وانجلك نيمار يا سالفكون نيمار يودفيت متسرون اسك يوم القيامه الله يمار اندال ذو النورين يلواچوا العلماء يا ولت نور بالابات ناتشو يا نبي صلى الله عليه وسلم ሁለት ልጆች አግብተዋል ام كلثمنا رقيان يغبوا ما ناتشو سيدنا عثمان اغبتوا ሁለቱ ሲሞቱባቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑስማን ሆይ والله ሶስተኛ ልጅ ቢኖር ይኖር በሰጠው ነበር አሉት እንዴ አይነቱን ታላቁን ሱሐባ ምን ይያለ ያማሊሂ ሰው ይሁዳ ናቸው አቡ ሐኒፋን ሲሰሙ ተናደዱ ይሄን ሰው ስርዓት ማሳዛለብ ቢብለው ከዑስማን ክብር ቆሻሻ ሊገፉ ሄዱ ሄዱና ያን ሰው ምን አሉት አንዲት ልጅ አለችው ልጅህ ላጅ መጥቻለሁ አሉት ላጫት ለሰው መጥቻለሁ አላቸው ሲሉት እንደዛ ሲሉት እሺ ምን አለ አቡ ሐኒፋ እርሶንም የይትልቅ ሰው መጥተው ነው አህለን ወመርሃበን አለ ሳቅ ብሎ ተቀበላቸው ምን አይነት ሰው ነው ግን እስኪ ንገሩኛል አይ ሰውየውም ሀብታም ነው ለሊት ቆሞ በቁርአን ሲቀራ ነው የሚያድር ሶደቃ ሲሰጥ ሌላ ነው ቸር ነው ደግ ነው ብዙ ነገሩት ያ አቡ ሐኒፋ አንተ አቡ ሐኒፋዊ እንዴ አይነት ሰው ማተገንቶ ይመለሳል ያውን በርሶ መጡ ሲሉት ግን አንድ አይብ አለበት አሉት ምን አይብ አለበት አይቡ ምንድነው እነሆ ይሁዲ ይሁዳ ነው ግን አሉት ሰውየው ተቆጣ فتغيظ من المهز በጣም ተቆጣ ይሁዲ አንዷ ልጅ ለይሁዳ ዳር ትለኛል አቡ ሐኒፋ ትልቅ ሰው ነው ብዬ ይሄ ምን ይገርማል እንዴት ምን ማይገርምም ትለኛለ እንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ልጃቸውን ዑስማን ለሚባል ይሁዲ ያጋብቷል ይያልከ አይደል አንተ አንዷ ልጅ ይሁዳ ቢያገባት ምን አለ ሰውየው መልእክቱ ገባው والله በጣም ተከዘ فاستغفر وبكى ያለቀሰ ወደ ተውባ ተመለሰ شوف ابو حنيفه እንዴት አደረገው ረድ እንዳደረጉት وذب الله النار عن وجه ابي حنيفه كما ذب عن عثمان ذي النورين الخليفه كعثمان كبر لي قشاشا اندي قففو الله كساتشو فيت جهنم من يزورات ان شاء الله ابو حنيفة اندي ادرقو نبر كفيتاتشو لي سو ستا ما يملسوت نا انيام اندي مهونا لبن حقيقة سو اهتي كفيتش لي سو ستا ما اقومي اخيرا لي سراتش نبلال تقنايت لمن نكسر مالتا لبش ان شاء الله قن الله سبحانه وتعالى
አዞናል ሰዎች የሚታሙበት ቦታ ላይ ካላችሁ ያአላህ ስራት የሚጣስበት ቦታ ከሆናችሁ ተነሱ ነው ያለው حتى يخوضوا في حديث غيره وريون كالكير ودي خير كالوتو تنستاچو دنيا عليه سجدال قران لي الله مميلو هينو سلازي هميت ماسكم يالچال من يادرك تنستو هيت ملسو هينو ايه قالو نسا ايه قال هنا الله سبحانه وتعالى انكم اذا مثلهم نال ابراچو ناچو هميت يتاما ماسكم كالچال تنستهد قالو هنا وانجل است ابرت الزفقال جن سوتش لمندنو اني هوليم مفتيو ستچي مرسل اللبي نو ሰዎች አፊታቸው ላይ ሲታማ ማስቆም ማይችሉት ለምን ይመስላችኋል? አንድ ምክንያታቸው አንድ ነው። ብናስቆም ሰው ይጣላናል። አብዛኛው ሰው አኺራ ላይ እንደሚከስር ያቃል በማማቱ። ህመት ማስቆም እንዳለበት እርግጠኛ ነው። ግን ለምን እንደማያስቆም ሰው ይጣላኛል። والله ይሄ ብቻ ነው። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ዋስትና በሐዲሳቸው ሰጠዋል። ምን አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ومن ارضى الناس ومن اسخط الناس برضا الله رضي الله عنك وارضى عنه الناس نبي صلى الله عليه وسلم قالوا من ارضى الناس سوتشني اسدست ياسودد يعني سو سيتام الله يقطع لفيت كوتش بلا سيتام بتاسقوم سنه سوش ليقطوبي نو الله بيقطع يقطام بلاش الناس لما اسدست كطرش سخط الله عليه الله يقطع بتنا واسخط عليه الناس سوتش دي طلوت يادرغ ለጊዜው መህመተኛ ቆመጦ ሲያማለ ስትሰመው ደስ ያለው ይመስላል ግን ይጣላል ከዛ በኋላ ወራዳ ሰው እንደሆነ ግን የሚያስበው ቤቱ ሁሉ ሐቂቀተን አላህ እንዲጣላ አደርጋለሁ ይያለም ነገር ግን ومن اسخط الناس ሰውችን ያስቆጣን ያላማን ህመታ ቆሞ ብሎ ያስቆጣ ሰው ያስቆጣ ሰው ያላህን ውዴታ ፈልጉ ምን ነው ስታስቆም አላህ ደስ ይለዋል ይሄን ፈልጉ ያደረገ ሰው رضي الله عنه መጀመሪያ አላህ ይወደዋል ሁለተኛው ትር وارضى عنه الناس ሰውች እንዲወዱት ያደርጋል የሰው ልቦናይት ነው ያለው የሰው ቀልብ ማንቁጥጥር ስለ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقلبها كيف يشاء ያገላብጣዋል እንዲወዱ ያረጋል ገልብጦ እንዲጠሉ ያደርጋል ደሞ ይሄ والله በተጨባጭ ታየ ነው ሰዎችን ለማስደሳት ሲሉ ያአላህን ቁጣ የሚያተርፉ ሰዎች እሱ ጠልቷቸው ዝቡ ይጠላቸዋል ግን አላህን ለማስደሳት ሲሉ ሰዎችን ያስቆጡ ሰዎች ተው ብሎ ያስቆሙ ሰዎች መጀመሪያ ለጊዜው ሰው ቢጠላቸው ወላሂ ነገ ይወዳቸዋል ምን ዋስትና ነው አላህ ይሰጥ እኔ ወድጃ አስወድዳለሁ ይያለ ዋስትና አይደለም ወላሂ በተጨባጭ ታየነው ሐቅም ይናገሩ ሰዎች እነትን የሚያዙ ሰዎች ከመጥፎም ይከለክሉ ለጊዜው ሰው አይነዚህ ቢላቸው ነገ ከነገ ወዲያ የሚወደዱን ሰዎች ናቸው እመኔታም ይጣልባቸው ህዝቡም የሚያምናቸው ሰዎች እነዚህ ናቸው ወላሂ አንዴ በታክሲ ባለቤቴ ጋር ይሄድኩ ይያለ አንዲት ሴትዮ ታክሲ ላይ ስለ አንዲት ሴት ተናገራለች ምን ትላለች እከሊት እኮ እንዴት ያለች ጎበዝ መሰለች ከሷ ፊት እኮ ሰው ማማት አይችልም አቁሙ ነው የምትላለች ክረመኝ ነው ወላሂ ምን ነው ይህ ዋስትና ሰው ለጊዜ አረዳ እሱ መخلف ነው ሊል ይችላል ወላሂ ነገ ግን ከሚወዱትና ከሚያከብሩት ሰው ናንተ ስለዚህ ኢንሻአላህ ህመይትን ሁላችን በሰማንበት ቦታ ላይ ለማስቆም መጣር አለብን አላህ ሁላችንም ይወፍቀን እኔንም እናንተንም ግን ምግበይ ላይ እንደተናገርኩት ሰውየው አፋቱ ሊሳን የምላስ ወለምታዎች ወደ 20 ይደርሳሉ ብያለሁ ስገባ እንደተናገርኩት ስለዚህ ለያ ለቀስ አሁን ለነሚማና ጊባ ሁለት መፍቴ ሰጠናል ፈናል ነሚማና ጊባ ህመይትና ነገር ማዳረስ ለሚለው ጉዳታቸውን መጥፎነታቸውን ገልጸን ለነሱ ደግሞ መፍቴ ሰጠን አልፈናል አሁን ለቀሩት 18 የመላስ ወለምታዎች ምን ይደረግ? ምንድነው መፍቴ? ጠቅላይ መፍቴው ምንድነው? ሚለውን ማሰሪያ ነጥብ ለማዝ ነው። ድምር ክትባት መዳኒት ለመስጠት ነው። ዑለማ አሉ ከመላስ ወለምታ እንዳለ ለመዳን ሰውየው ከፈለገ የሚከተሉን ይከተላሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናሉ ነጃ መውጣት የፈለገ ሶምት ይበል ወይ ጥሩ ይናገር ወይ ዝም ይበል። መፍቴው ይሄ ነው። ከየትኛውም የምላስ ወለምታ ከየትኛውም ወንጀል መራቅ የፈለገ ዝምታ ማብዛት አለበት አኽረጀሁ ተርሚዚዩ ሚን ሐዲስ አብዱላህ ኢብኑ አም قال قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا ዝም ያለ ሰላም ወጣ ከመፈራው ሸሽቶ የሚፈልገው ናገኘ ስለዚህ ዝምታን ማብዛት ይኖርብናል መፍቴው ይሄ ነው وفي حديث اخر نبي صلى الله عليه وسلم قال الصمت حكمه ዝምታ ጥበብ ነው وقليل فاعله
ግን የሚተገብሩ ትንሾች ናቸው اخرجه الباني في سلسله الضعيف ان زمتا مفتهن ليتنياوم يملاس ولمتا ملاس لم يامطوا طاطا مراك فلكن زمتا ما بذات اللبن عندي عقبه بن عامر ميبال صحابه نبي صلى الله عليه وسلم عند طياقه تهيقاتهم እንዴው ከመፈራው ነገርውላ መውጫው ምንድነው መነጃቱ ያ ረሱላህ አንተ ያላህ መልእክተኛ መውጫው መዳኛው ምንድነው አላችሁ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገርም መከረ መከሩት قال امسك عليك لسانك ملاسكن ياسات ያለ ጥቅም አታውጣው ያለ ጥቅም አትነጋገር وليسعك بيتك بيته يسفى معناው የራስ ጉዳይ ይበቃል በሰውሽ ጉዳይ ገብተ አትዋጅክ የራስ ጉዳይ ቢዚ ያርግ ይበቃል ወብኪ አላ ኸጢአቲክ ደግሞ እስከዛሬ ለሰራችሁ ወንጀል ቤትህ ገብተህ ዝቅ ብለህ አልቅስ ሱብሃንአላህ ስንት ወንጀል አለን የሰራነው ስንት የመላስ ወለምታለን ስንቱን አፋሽተናል ስንቱን አምተናል ገብተህ አልቅስ አለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث الذي اخرجه الترمذي ስለዚህ የመላስ ነጃ ከየትኛውም ፈላ ነጃ መውጫው መላስ ማዝ ነው ያለ አስፈላጊ ነገር አለመነጋገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲሳቸው ነው የሚላሉ من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقع الشر كله ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናሉ من وقي የተጠበቀ ሰው አላህ የጠበቀው ሸር ቀብቀብه القبقب هو البطن يهودون كفات حرام كمبلات ربا كمبلات الله يتبقوا وذبذبه يعني الفرج ذبذب فرج بلت مالتنا يبلتون تنكل يهودون الله يتبقوا ولقلقه يعني اللسان يملاسون ولمتا تفات الله يتبقوا سو فقد وقي الشر كله الله شر هلا تبقوا طالبالا تكبابا سلزي ملاساتشن لخير كالون من ناقر اللبنا بليل حديثات شولة أخرجه الترمذي من حديث أبي سيدين الخضرية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبحان الله حديث عجيب إذا أصبح ابن آدم يا آدم لجبان الجاكزي أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان يسونت كفلي عندان إج أقر أفنجا جرو ملاس ما ناقر جمرالو أي يقولوا بلو يلالو اتق الله فينا أنت ملاس لن ياسد تلباك الله انفرا فإنك أنتكو إذا استقمت استقمنا أنت كتل كندون إن يكتل نلالن وإن اعوججت مسمر يلقك كندون اعوججنا مسمر إن يامن لك ألن سبحان الله إن يانسمهم قن يان داندو يسون نتكفل إقر الجل جرويل يان داندو ملاسين أن نقرالو اتق الله فينا آدرهن الله انفرا قدل عبرهن دات كتل إلو تال ማንን ምላስ ኸይር ተናገሩ ይዝም በልልን አብረጃን ምን ዳዱለን ይላሉ የሰውነት ክፍሎች حديث حسن عند الشيخ الألباني وان ابن مسعود عندي صوفا ترار علي تلبيه ያደረጉ ቆሙና ምን አሉ መሰላችሁ ያ ሊሳኑ አሉ ምላሳቸውን ያናገሩ አንተ ምላስ ወይ قل خيرا تغنم ኸይር ተናገር ታተርፍ ታገኝ ዘንድ واسكت عن شر تسلم كشر نغر زمبل سلامت ونزند من قبل ان تندم الله في تقربه بمتطيقو طياقي كمندمه كمسسسته بفيت سبحان الله ملاس اندي نبر سلفوچ يالو ميادبو زمبل كهياو يملاس ملو ولم تا متطبق يفلغ نكغر عالم ابزاتن خير نغر قال لي يناغرال يطرو مسلم مجلج ايه نو يلالو نبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت من كان له شرطه كرب هذه الشرطيه يبال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر بالله النا بمجرشاو كان ميامن سو فليقل خيرا طرو يناغر قران ميقرا كون يقرا بطرو مياز كون يزز بيت زمد ميقتلو قال يقتل بطرو نغغر غوربيت بطرو نغغر يملس سلامتا بطرو قال يملس او ليسكت عليا زم يبل يملاسون انكسقاسي يقطاطر ايه فليقل خيرا اتشفاوا مقترن بجواب شرط يلوتل لملسو مقترن امطال قامنيا لو قالك خير تناغر ويزم بل يالو نبي صلى الله عليه وسلم
ስለዚህ እኛም ይሄን የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመሪያ መከተል አለብን። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው አንድን ዱዓ አደረጉ። ግን ይሄን ዱዓ በረካውን የዚህን ዱዓ ውጤት የሚያገኙት የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله عبدا تكلم فغنم او سكت فسلم. سبحان الله رحمه الله عبدا الله الذي باري يزن لت الله يزن لت يا نبي دعاء تفلقال له يا نبي دعاء ما جيت تفلقال له يهين زي دعاء واستكاتت منالو رحمه الله عبدا الله الذي باري يزن لت تكلم فغنم ወይ ጥሩ ተናገረና ጥሩ ነገር አተረፈ። አው ሰከተ ፈሰለም ወይም ዝም አለ ነጃ ወጣ ኢንሻአላ። ስለዚህ እኛ ከየትኞች ነን? ይሄን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ለማግኘት ከመጥሩት ነን ወይ? ኸይር ተናግረን ማትረፍ ወይ ዝም ብለን ሰላም ማውጣት ለነብሳችን ንምረጥ። ሐሰኑ አልበስሪ ሚገርም ነገር ይናገራሉ። ታላቁ ዓሊም ሐሰኑ አልበስሪ ምን ይላሉ? قال ان لسان المؤمن وراء قلبه فاذا اراد ان يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم امضاه بلسانه. سبحان الله حسن البصري من قال ان لسان المؤمن يا مؤمن ملاسكو وراء قلبه كلبه بستجربان يعني كلبه نو فاذا اراد ان يتكلم بشيء عند نجر من ناجر سيفلق تدبره بقلبه بقلبه يستنتنوال ايه نجر يتكمل اي تكمل بنناغرو اللهن ياسقطا لا ياسقطا ترفعلو يلو مجمرى بلبو يستنتنوال كذا لبو كارغاغتلت يلبون بر اسكفتو ثم امضه بلسانه عفون كفتو يناغرال بملاسو ياسبون نغير يتكبرال نغير كن مجمرى كلبو وسط كلبو صفات بيت وسط فيرما اسفرمو نميوطو ارغاغطو نميوطو اندي غنالو حسن البصري وان لسان المنافقي يا منافق ملاسم ما قالوا امام قلبه كلب في تلفتنا له فاذا هم بشيء امضاه بلسانه باند نجر ياسبندون امضاه يقدوال بقى زمنو مناجر نو ايه نجر الله زندو ونجل يا متابنيال الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يتيقنيال اندي ميبال الصابوت يلم امضاه بلسانه فقط تناغروت نو ميعرفو ولم يتدبره بقلبه بلبو يستنتنو نا منافق نو يالو زم بلو اندمطالت ميزرطت مؤمن ياسبال ايچ نغر ترفالات يلاتم فهو المؤمن الذي يحاسب نفسه. طاووس ميبالو تلك عالم من يلالو لساني ملاسي اوري نو يلالو ان ارسلته يلككوت اندهون اكلني دقق اروي بلانيال زندو نو ملاس تاسرو نو ميازم فليقل خيرا او ليسمت. عندي امام الشافعي عند سومت عنا من علاچو يا امام هين هين نجر قداي فتوى وتر مندنو علاچو لا امام شافعي سيلوت امام الشافعي منالو لبزو ديك ساعات زمال سو يوم طيقة يا امام اجبني من لسلني انجالاچو امام الشافعي منالو اي زم يالكو تكو بمملسي هون بزمتاي طورو خيرو يتندال ياسبكو مالو. سبحان الله ቀልባቸው ካመነበት ነው የሚያወጡት ትርፋለው ብለው ያሰቡበት እንደሆነ ነው የሚናገሩት። ስለዚህ እኛም ኢንሻአላህ ምላሳችን ልንጠብቅ خير ለመናገር ወይ ዝም ማለት መቻል አለብን። ይሄ ጉዳይ ምላሳችንን ምላስ ከመያመጣው ወለምታዎቹ ላይ ጠብቀንልናል በአላህ ፈቃድ። እና ኢንሻአላህ እንደማጠቃለያ ምናገረው ምንድነው والله ምላሳችንን للدنيا يمجر شايتوكا يعني سكرة الموت لميمات عبتك لنا الزقاد جاتي قبال ملاس لتتأبك قبال لمجر شوكا الدنيا لي لكن سنوطا شهادة بلن وطن مهدن دنشل لنتأبك أت ملاساتشيني قبال لا إله إلا الله بلا موت أت مجال اللبات ملاساتشيني. والله عند تاريك لي من إلى المسلات سويو بالدنيا قداي بيزي هنا سونو ميشتو باللاوانو يازور ميشتو سويو كذا موت هاي متام هلاچنم كل من عليها فانو يتفال موت افافلي يسوي درسال بمي درسبتو سوش متونا لا اله الا الله بليرتالين سو
ምን እንዳለ ታቃላችሁ? ቢላ 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 ነበር ያለው። ላ ኢላሃ ኢላላህ الدنيا ላይ የለመደው ነገር ነው የመጣው። ሌላው ወጣት ኮምፒውተር ቤት የሚያስተምር ነው የነበረው። ሞታፋፍ ላይ መጣና የሰው ሶላትም ብዙ ሜራቀም ሰው ነበር። ከዛ ዑለሞች መጡና እስኪ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብል ሲሉት እሱም ይናገረው አንድ ቃል ነበር። ምን ይላል? ኤፍዋንን ነኪው፣ ይሄን ጨቆኙ፣ ይሄን እርገጨው። ላ ኢላህ እንዲያለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተገናኘው። እንግዲህ ዚክርን ያለመደሽ ዱንያ ላይ ምላስ ውጤቷ ይሄ ነው። ዚክርን ያለመደ ቁርአን ያለመደ ምላስ ውጤቱ ይሄ ነው። መጨረሻው እንዲያሳፋር ያሳዛኝ ነው። ተግባባ? ሊለምድ ይገባል። ሰውን ሲያማ ይኖር ምላስ ከዚህ የተሻለ ውጤት አይኖረው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ምላሳችን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዚክር ጋር ጥሩን በማውራት ከመጥፎ በመከልከል በእነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ስልጣን ያገኘች እንደሆነ ዱንያን ለቀን በመንሄድባት የመጨረሻው ሰዓት ላይ የእውነት ምስክር ተመስክራለች። ወኢንሻአላህ እኔ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። በዘመኑ የተከሰተ ታሪክ ነው። ይህ ወጣት ገና ወጣት ለጋ ልጅ ነው። ዶክተሩ ታሪኩን ሲናገር ምን ይላል? ይህ ወጣት ተሸክመው ይዞት መጡ ይላል። ልክ ሳይው ሞት አፋፍ ላይ የደረሰ ነው። እንደማይድናውቁ ይላል ዶክተሩ። ከዛም ልክ ሙታኖች ሊሞቱ ሲሉ ሁሌ ሻሃዳ ስዛቸው ስለነበር ለወጣቱ ሩጭ ጠጋልኩና ላኢላህ ኢላላህ በል ላኢላህ ኢላላህ በል እለው ገባው ይላል። ሻሃዳ እንዲልለት ፈልጎ ነው። የዚህን ጊዜ ወጣት ዞር አለና ያ ዶክተር አይን አልመዳ መዷ መሳቢያው የታለች? የሚባለው እኮ ላኢላህ ኢላላህ እኮ ነው የሚባለው ዶክተር። ሱብሃንአላህ يقول العلماء الميت يعلم الحي ايه ودمو تافافلين يالو ايه بهيوت يالو سو يستمرو تيموتال لك تشين قال تناغرو اخرا وهدا الى الدكتور اندي ملاساتين مسكرا انت اندتد متطبق علبات ذكر ملمد علبات سكن كدنيا موطات علبن شهاده تناغرن سكن نو دنيا ملقق يالبن عبد الله بن مبارك قدم يتقسكواچو تلك عليم موت افافلي درسونا ሰዎቹ በጀርባቸው አንጋለዋቸው ይያለ ቀና ብለ ወደ ሰማይ ተመለከቱና ምን አሉ? ሊሚትሊ ሃዳ ፈሊአመል العاملون ለዚህ ጥሩ ድል ሰሪዎች ይስሩ አሉ። አብደላህ ነው ባረክ ربما راى مقعده من الجنه نبي صلى الله عليه وسلم እንደነሚሉት አንዳቹ ሞት ላይ የደረሰ እንደሆን የጀነት ይሁን የጀሃነም መቀመጫውን መላእክቶች አምጥተው ያሳዩታል እንደ ፊልም አድርገው ይላሉ። ساقونا عبد الله بن مبارك لمثل هذا فليعمل العاملون لند زين التلك الدل سري وجسران سيزي الدنيا لي لا إله إلا الله بلن سك أنه موتات يلبن تقبابا سك أنه يالك سنوطا قد أمي من المسلات شو يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا عجيب يا لو قد أمنه من المسلات يا ابن آدم أنت آدم لجوي النات أنت ستول ده አንድ ሰው ከዱንያ ሲወጣ ወደ ዱንያ ሲመጣ ያለቀሰ ነው የሚወጣው። ህፃን ልጅ ያለቀሰ ነው ወደ ዱንያ የሚገባው። ሰው ደሞ ቤተ ዘመዱ አባት ልጅ ተሰብስበው ልጅ ተወለደልን ብለው እየሳቁ ነው አይደል የሚቀበሉት? ተግባባ? انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا ሰዎች በዙሪያ እየሳቁ ነው ወንድ ነው ሴት ነው ይላሉ በስስት ነው የሚጠብቁ። ይሄ እንግዲህ ዱንያ ላይ ስትገባ የነበረ ሁኔታ ነው። አንተ ግን አለስ ገጣሚ ምን አለ? አንተም የሞት ከቀን ህዝቡ ያለቀሳል። ይግድ ነው ሰው ሲሞት ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃሲም ልጃቸው ሲሞት አልቀሰዋል። ምንድነው ሲባሉ አይሄማ አላህ ባሮቹ ቀልብ ላይ የሚጥለው ረህመት ነው ያሉት ረሱሉል ከሪም። ሰው ልጅ ያለቀሳል ሰው ሲሞትበት። ያኔ እነሱ ተለየህም ብለው ባለቀሱበት ቀን ስትገባ ስቀው አይደለም የተቀበሉ፣ ስትወጣ ሲያለቅሱ አንተ ስቀው ጣለ ገጣሚ። ተገባባ? ስትገባ ወደ ዱንያ ያለቀስክ ነው እነሱ እየሳቁ ነው፣ ስትወጣ እነሱ ያለቀሱ ነው አንተ ስቀውጣ። በላ ኢላሃ ኢላላህ ብለ ያአላህ የሚያሳይን የጀነትን ትልቅ ደረጃ ያያየ እየሳክ እየጓጓውጣ። ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙእሚን ለዚች ቀን ነው ምላሱ የሚጠብቃት ሸሃዳ ማድረግ እንዲችል። አንዲት እናት ጋር ቁጭ ብዬ እየተነጋገርኩ ይያለ ምን አለችኝ? ልጄ ወይ አለችኝ፣ እኔ ዚክር እንደው አበዛው እየሞክራለሁ ግን አንዲው በሽታ ያመመኝ እንደሆን ጭንቅ ያደረገኝ እንደሆን እንዲው ሐኪሙ ሰዱኝ እንጂ ላኢላህ ኢላላህ እየረሳዋለች። ገና ምላስ አልለመደም አያችሁ። ለዛ ነው የሚጨንቅ የሚጠብ ነገር ሲይዘን እንረሳዋለን። ላኢላህ ኢላላህ ምን ልው ኋላ ነው
ስለዚህ ቺላ ኢላህ ኢላላህ በጭንቀት ተጠባ ምትወጣ መሆን አለበት ሰውነታችን ሲጨመቅ ምትፈስ መሆን አለበት ተግባባ እና ማጠቃለያ ላይ የምናገረው ምንድነው አብዛኞቻችን ወንጀል አብዝተናል ብዙ ሰው አምተናል ብዙ ወንጀሎች አሉ ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል የህመት የመላስ ወለምት ያጋጠመው ሰው ወደ አላህ ሊተውበት ይገባል ሰዎችን ሲያማ የነበረ ሰው ለሰውየው ሁሉ አምቶት ከሆነ ከፋራው አመቻለው አፉ በላይ ሊለው ይገባል አይ በነገረው እንጣላለን ብሎ ከፈራ ተደብቆ ኢስቲግፋር ያርግለት አሉ ዑለማ ጌታ ይማሩ ዱዓ ያድርግለት ለማው ሰው አለ አኺራ ላይ እንዳለው ሐሰናተን ተጎምብሶ ይቀበላል ይቀበላል ስለዚህ ከዱንያ ላይ አፉ ልንባባል ይገባል ያ ሰው ደግሞ እንዲብያለው ከተባለ አፉ ሊለው ይገባል ኢንሻአላህ ባጠቃላይ ግን ሁላችን ከመላስም አሁን ረመዳን ነው ኢንሻአላህ ያለንበት ወር ሁላችን ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል የመላስ ወለምታለን እናት አባት ሐቅ አጉድለናል የጉረቤት ሐቅ አጉድለናል ሶላት ትክክል አንሰግድም ዘካት ትክክል አልሰጠንም የብዙ ወንጀል ባለቤቶች ነን በነብሶቻችን ላይ ደንበራስ አልፈናል ስለዚህ ወደ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በተውበት በለቅሶ ልንመለስ ይገባል አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ኢንሻአላህ በበኒ እስራኤል ዘመን كان رجل عبد الله 20 سنه اللهن 20 አመት የተገዛ አላህ ባሪያ ነበር ثم انتكس ከዛ በኋላ አላህ ቀልባችን ይጠብቃትና ዙሮ ልቡ ተገለበጠና አላህን አሳ ረበሁ 20 سنه 20 አመት አላህን አመጸው ይሰው ሱብሃንአላህ አሁን ወደ አላህ ሊመለስ ፈለገ ነው ልባችን አላህ ይጠብቀው በእጃችን አይደለም ለዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሙቀሊበል ቁሉብ ثብት ቁሉበና አላ ዲንክ ይላሉ ጌታ ልቦችን ምታዝዋውር ጌታዊ ልባችንን እምነታችን ላይ አርጋለን ይላሉ በአላህ እጅን ያዞሩ አልከፈለገ ይሰው ወደ አላህ ሊመለስ ፈለገ አላህ ይምረኛል ወይ እሚል ጥርጣሬ ውስጥ አደረ በረሃ ላይ ወጣና እጁን ወደ ሰማይ ዘረጋ فقال إلهي وربي قال عصيتك 20 سنة وعبدتك 20 سنة فهل لي من توبة إن أنا رجعت إليك قيت يا وي هاي عمت تقزو هاي عمت دمو تقلبتش عمسكو عندي وبمت أتكبلنيني هنا سبحان الله لكين قال سيناجر كسما يسمع هاتفا نهتف كسما تتاري ستارة باري سمال يقول تتاري من إلال يا عبدي باري أتشنوي عبدتنا فقربناك تقزان هايامت أقربنا وداش باري أرقن يازنا وعصيتنا فأمهلناك هايامت عمزكن تملسي هنا البلن تأبكنا تتوبتي هنا وإن رجعت إلينا قبلناك فإن رجعت إلينا قبلناك يا عبدي ستملس ما إنك أبلاه لنججاك زرقتا الله سبحانه وتعالى رحيم ودود وإني لغفار نالو غفار من العلم وش من أوزان المبالغة على وزني فعالني نتو بتأمري من يالنا وإني لغفار لمن تاب لتملس لتوبت التسسة أني مارين يالنا سلازي يسران ونجل والله لا يعد ولا يخصى مزعف مكتر دلم بملاساتشين يامانو يامانو سو نميما قبتن يدالانو يبلانو حرام بزونو باتك علي كملاس مولمتهنا كيتن يومي هو التجباجاتشين لنملس لنتوبت يقبل إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بليلا بروغرام الله يقنان ينال بتلايو بروغرام شوية اقمتها له الله سبحانه وتعالى ملاساتشين يتبكو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل آفات اللسان وجعل لساننا ذاكرة وانتقها بالشهادة يوم تلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته